السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، اليوم حلقة جديدة وحوار جديد مع الصديق محمد صالح وموضوع جديد نتمنى مشاركتكم وأسئلتكم بالشات، والشاشة مفتوحة للجميع والقناة مفتوحة للجميع المشاركة والإدلاء بما لديكم من ملاحظات. أولا راح يكون يعني أول مرة يقدم لنا الأستاذ محمد صالح موضوعه، ويتضمن سؤالين حول هل أن للمسلم إمكانية أو حق أن يخرج مفاهيم مخالفة للإسلام؟ ثم من هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ ما هو تعريف الإسلام؟ كيف نفهم أو نتفق على تعريف جامع مانع كما يقال للإسلام؟ أم أن الأمر ميؤوس منه ولا جدوى من محاولة الوصول إلى قناعة راسخة بماهية الإسلام أو جوهر الإسلام تعريفا يعني لغويا او اصطلاحيا او دينيا؟ بهذا المعنى احنا لدينا مشكله خطيره في تعريف هذا الدين، رغم انه هنالك حركات دينيه اسلاميه تدعي بانها تطالب بالاسلام الصحيح وان الاسلام هو الحل، لكن انت لا تستطيع ان تعرف هذا الدين، فكيف ترفع شعار بانه الحل؟ هذا يبدو بانه هنالك نوع من استغفال الناس ونوع من استهانة بذكائهم واستهانة بمصير المجتمعات ومصالح العباد، يعني كما أو العباد المؤمنين كما هي التسمية الدينية. هذا الشيء غير جائز وأعتبره شخصيا مخجل، لكن القول الفصل وهو يعني للسيد والصديق محمد صالح، فله الآن له المايك، فأهلا وسهلا به مرة أخرى. شكرا جزيلا أستاذ منصور، وشكرا مرة ثانية للاستضافة. والحديث شيق لا شك، وأنه الموضوع يستحق أنه الواحد يجلس ويفكر به، يقرأ عنه، وبنفس الوقت يبحث إذا كان عنده وقت وطاقة والآن يعني حسب نشوف أن الإمكانيات متاحة للبحث بسبب الأنترنت وغزارة المعلومات المتوفرة لدينا. هو طبعا المرة القبل قبل أسبوع تقريبا كنا تكلمنا عن أنه هذه النصوص التي ذكرت فيها الإسلام أو كلمة الإسلام لا تفيد حصر الكلمة بتعريف واضح ومفهوم، له معالم، له حدود، بحيث أنك تستطيع تقول أن 1، 2، 3، 4 هذا هو الإسلام وغير هذا ما يعتبر إسلام، ومن أتى ب1، 2، 3، 4 فقط يدخل الإسلام، وهكذا. يعني ما عندك هذه الإمكانية على الأسف الشديد يعني. وهذا الكلام أيضا يعني هو اللي تسبب بأنه الناس اختلفت في الفرق الإسلامية في مسائل التكفير، طبعا لأنه إذا الإسلام حدوده مش واضحة فإذا حدود الكفر مش واضحة، إذا الاختلاف راح يكون عليه يعني كبير. وبالتالي صحيح أن هناك اختلافات هي أصلا سياسية، يعني أنت تكفر لأغراض ولمكاسب سياسية مثل ما هو ملحوظ في كثير من الأوقات في إخراج الوثيقة القادرية عند العباسيين ضد الدولة الفاطمية، في موضوع القرامطة، حتى في موضوع عن الخوارج هناك من يعني قال بكفرهم، وفي موضوع الشيعة بشكل عام من قالوا بكفرهم، والشيعة ضد السنة والفرق الشيعية ضد بعض وبعض الفرق السنية ضد بعض وتكفير المعتزلة. لماذا هذا؟ لأن أصلاً الإسلام مش واضح. أنت لو عندك إسلام واضح ما تحتاج إلى هذا التكفير، ما تحتاج إلى هذا الخلاف في التكفير. إذن هذا الخلاف هو منبعه بأن التعريف مش دقيق، مش واضح، النصوص لا تفيد الدقة في تعريف الإسلام. وطبعاً نحن تحاولنا أن نتناول الموضوع من عدة جوانب، وذكرنا أن في الحلقة السابقة يعني التعريف اللغوي لا يفيد أي شيء، التعريف الاصطلاحي وما قالوا الإسلام هو أن تستسلم لله وتنقاد له بالطاعة والخضوع، ولكن هذا ما يفيد شيء. يعني أنت ما تستطيع أن تقول هذا إيش هو، إيش هو الطاعة، إيش هو الخضوع، إيش هو الانقياد له، ما مش موجود هذا الكلام. إذن الإسلام
كتعريف للدين والسلوكيات ومعتقدات وتصورات، أنت تستطيع تقول هذه الأفعال من الإسلام، هذه الأفعال ليست من الإسلام، مع طبعا تنزل كبير جدا لهذه الفرضية. ولكن قطعا ما تستطيع تقول الإسلام هو هذا المربع، من يكون داخله فهو داخل الإسلام ومن يكون خارجه فهو خارج الإسلام. لماذا؟ لأن الشارع، النصوص الشرعية، الشارع طبعا عندما نتكلم عن مصطلح الشارع وهو مصطلح فقهي، دائما نقصد به الكتاب والسنة، بمعنى أنه ربما عند الشيعة يقصدون به أهل البيت أهمنا كذلك. فالشارع هو يعني الشارع هو الله الإله والرسول، الذي هو كذلك ينطق عن ما يخبره به الله، ولكن ليس فيما ينسب لله من كتاب مستقل مثل القرآن، وإنما في مقتطفات منفصلة مستقلة يسمى الحديث. وعند أهل وعند الشيعة طبعا بشكل عام يقولون أهل البيت كذلك، لأنهم معصومين وكذلك هم لهم هذا الحق في أنهم يفسروا الدين برغبة الشارع يعني. فالشارع عندما أتى وذكر الإسلام لم يذكر معالم واضحة، حدود واضحة، فما عندنا هذا الكلام. وهذا الكلام يؤدي بنا إلى سؤال في غاية الأهمية، وهو محور رئيسي جدا في الموضوع، وهو عندما مثلا، وهذا طبعا نلاحظه كثيرا عندما نتكلم مع الناس من الذين مثلا لديهم نظرة وجودية للحياة، أنهم لا يؤمنون بإله أو لا يؤمنون بالأديان، ولكن كما يعرفون عن أنفسهم أو يعرفون من قبل غيرهم أنهم ربوبيون يعني، أو لا دينيون يعني، أو يعني لديهم معتقد بوجود إله أو قوة خارقة، ولكن لا يؤمنون بتفصيلة الأديان، أو سواء ما كانوا يؤمنون بأي شيء من هذه الأمور، دائما نراهم عندما يناقشون المسلمين على وجه الخصوص يقول لا، أنت هذا الكلام الذي تقوله هذا ليس إسلام، وهذا ليس إسلام، وأنت تقول كلام من جيبك. فالآن هو السؤال الذي يطرح نفسه دائما في مثل هذه النقاشات، هل يحق للمسلم أصلا أن يخرج بمفاهيم مخالفة للإسلام وينسبها للإسلام؟ لأنه هذه الإشكالية أيضا كبيرة جدا. العفو، أنت افترضت عدم وجود تعريف الإسلام، هذا هو الكلام، يخرج بمفاهيم مخالفة للإسلام، هذا يعني مخالفة لنوع من معين من الإسلام قصدك؟ هو بالضبط، هو هذا. نعم أكيد أنا فاهم هذه النقطة جدا، ولماذا دائما أتكلم عن أنه الإسلام ليس له تعريف. فإذا السؤال هذا الذي أنت دائما تلزم به المخالف وتلزم به المسلم، تلزم به الشخص المتدين بالإسلام أو الملتزم بالإسلام بين قوسين، تقول لا، هذا الذي تقوله هذا كلام من رأسك، هذا ليس إسلام. ممتاز جدا. كيف عرفت الإسلام؟ أنت صراحة لم تعرف الإسلام، لأنه أصلا هو كيان محدود مش موجود، ما عندك هذا الكلام. طب كيف افترضت أن هذا الشخص المسلم اخترع أي فكرة من رأسه ونسبه للإسلام؟ على أي أساس أنت قلت أنه هذا لا يعتبر إسلام، هذا كلام من رأسه؟ قالوا لا، هو يخالف أقوال العلماء، العلماء أقوالهم أصلا مختلفة. قال لا، هو يخالف الكتاب والسنة، الكتاب والسنة أصلا متناقضة، لأن في آيات تضرب بعض، في أحاديث تضرب بعض. ولذلك عملوا آلية لمعالجة هذا الموضوع، سموه الناسخ والمنسوخ، أكيد تسمع عنها وتعرفها. وعملوا آلية ثانية، قالوا هذا المقيد والمطلق. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك هذا الكلام يطلق على مثلا إذا قال لك أن هذا الفعل غير جائز، هذا هو الأصل أنه مطلق كذا غير جائز، وإذا أتى نص ثاني قال أنه جائز فهذا معناته أنه يجوز في حالات معينة، هذا في أفاد التقييد. قالوا لا، وكمان في حالة ثالثة وهو العام والخاص. ثم أتوا بمرحلة رابعة وقالوا ماذا؟ قالوا لا، هذا خاص بالرسول، بمعنى أن مثل موضوع تعدد الزوجات مثلا، أنت كمسلم يحق لك أربعة، هذا على رأس ريشة، هذا أكيد يعني هو أنت يحق لك أربع زوجات وتقريبا 5687 ألف جارية
وكالة عصرية يعني. يعني تقريبا يعني فأنت يحق لك هذا الكلام، ولكن ما يحق لك أكثر من 4 زوجات، وبينما للرسول يحق له ذلك. لماذا؟ لأنه هذا خاص بالرسول، ولذلك حتى قالوا في موضوع الساب النبي وكذا، قالوا أنه هو هذا خاص بحقوقه، بما أنه هو مش موجود يسامح في حقه، فإذا الذي يسب الرسول يقتل، بينما الله هو موجود ويحق له أنه يسامح في حقه إذا سبوا، فإذا استتيب تاب يعني وتركوا. قال هذا الذي يسب الرسول حتى لو تاب راح يقتل، يعني فاهم كيف؟ فهم أتوا بتعريفات كثيرة عشان يعالجوا بها النصوص المتضاربة المتعارضة، يعني ماذا؟ لأن ما عندك فإذا أنت عندما تأتي لا ديني غير مؤمن وجودي ملحد سمي ما شئت، وتقول للمسلم لا أنت أنت بتخالف الإسلام بقولك، هو يا عمي ما موجود إسلام. وهنا هنا لابد يعني، وإحنا أنا ليش أنا أذكر هذه القضية؟ هو صراحة لأنه الفكر التنويري والفكر الحداثي والتصورات الجديدة التي بدأنا نؤمن بها وبدأنا نطالب بها ونريد أن نرتقي بها من مفاهيم حقوق الإنسان ومن مفاهيم التعايش مع بعض، كل هذا الكلام هذا إلى مدلولات وإلى يعني آليات وطرق، يعني تقاليد وعرف. أنت ما تستطيع تقول والله أنا لا أنا أؤمن أنا إنسان حداثي تنويري، بينما أنت تخنق الناس في ساحة في دائرة ضيقة. لا، موضوع الحريات هاي مسائل حرية شخصية، يعني كل واحد له الحق وأنه ينتسب لأي دين بدوية، بغض النظر هذا الدين شو يقول وشو ما يقول وشو موجود بكتابه وشو ما موجود بكتابه. وكل شخص، لأنه هذا هو اللي تكفلت له يعني يعني الميثاق أمم المتحدة وقوانين الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولذلك هو يستطيع أن يؤمن بما يريد ويعتقد ما يريد وينسب أو يمارس هذه العقيدة أو التصورات بالطريقة التي تناسبه، مع شرط مهم جدا، وهذا يعني نتكلم عليه يعني مرات ومرات ونذكر الأخوة والأخوات بها، وهي شرط أنك لا تعتدي على حرية غيرك. هذه الحرية الشخصية التي أنت تعطى لك من قبل القوانين الحديثة، القوانين المدنية، القوانين الديمقراطية، أنت محق لك أنك تمارس الحرية في الاعتداء على حرية الآخر. طالما أنك ما تعمل هذا الشيء فأنت حر في أنك تعتقد تتصور ما تريد، هذه القوانين. وكذلك نقطة مهمة جدا، هل أنت يحق لك أنك تنسب أي شيء لهذا الدين؟ هذا كمان من حقك، لأن هذه الأديان ليس لها أصحاب. كيف يعني ليس لها أصحاب؟ يعني مين أصحاب هذا الدين؟ يعني الآن المسيحية مين صاحبها؟ البوذية مين صاحبها؟ اليهودية مين صاحبها؟ ما أدري شنو مين صاحبها؟ ملوش أصحاب. في واحد قد يكون مؤسس لهذا الدين، أو في إله أنت تعتقد بوجوده واستمراريته وأزليته وأبديته يعني إلى ما لا نهاية، ولكن هو مش موجود، هو فكرة، هو عبارة عن معتقد، تصور، غيب، ميتافيزيقيا، أي حاجة، ولكن هو مش موجود بيناتنا حتى نستطيع أن نروح نتحاكم إليه. فأنت مين الذي راح يقول أنه هذا مش موجود من هذا الدين وهذا موجود بهذا الدين؟ صراحة هذا أنا وأنت نعمل هذا الشيء. إذا أنا قلت أنه شرب البرتقال فيها حسنة كبيرة جدا للإسلام، فخلص هذا هو الإسلام بالنسبة لي. أنت بالإسلام تبعك تقول لا والله أكل التفاح فيها حسنة كبيرة ليس البرتقال، ثم نستطيع أن نختلف في هذا، ولكن إيش اللي ما في، لا الله راح ينزل يحسم الموضوع. فطالما أنه ما في أحد يحسم الموضوع، إذا هو الموضوع مفتوح والموضوع وهكذا، ملاب كيف يلاب كيف. ثم أنت ممكن تتشنج كمتدين، كمسلم، كسلفي، كإخواني، كشيعي، كسني، كمعتزلي، كأشعري، كصوفي، كأي حاجة تتشنج، وربما يصل بك إلى الموضوع تصبح جهادي أصولي وتجي تقتلني، هذه مشكلتك أنت. ولكن الإسلام ما عنده هذا الكلام، فأنا يحق لي أن أنسب أي حاجة للإسلام
وأطلع منه أي حاجة. فإذا المسلم الذي يأتي ويقول أنا أؤمن بالديمقراطية، أنت كشخص مخالف للإسلام، نعم يجوز لك ويحق لك أنك تقول لا، الإسلام ما يوجد في الديمقراطية، ولكن هذا ما في حسم لهذا. أنت كلامك هذا ما يسلبه هو إسلامه ولا يسلبه قدرته على العيش معك يعني. وهنا نقطة مهمة أستاذ منصور والأخوة والأخوات، أن عندما يأتي شخص مسلم ويقول لا أنا أؤمن بالديمقراطية، أنا أؤمن بحقوق الإنسان، هذا هو المطلوب. هو ليس الطلب أنك تأتي وتجعل هذا المسلم سلخ من دينه مثل ما يفعل، لا هو كذاب، هو يستخدم التقية، أنا ما يهمني هو يستخدم شو، أنا ما يهمني شو موجود بالإرث الديني تبعه، أنا يهمني هو شو يعتقد، هل هو يريد قتلي، هل هو يريد يعتدي علي، هنا أنا أستطيع أن أتعامل معه. إذا هو ما يريد هذا الكلام، هل هو يؤمن بأنه إحنا بهذا الزمن نقدر نزوج طفلة عمرها 10 سنين لواحد، لغلق المو لواحد أي شخص يعني، هل هو يؤمن بهذا الكلام وهل يرى أن هذا الفعل صواب ويستطيع ويحق له أن يمارسه؟ أنا أحاسبه على هذا، مو على اللي موجود بالكتب وبالتراث وبالسيرة وبالقرآن وبهذا الكلام. أنا ما يهمني كم من اليهود انقتلوا في بني قريظة، وكم من الهنود انقتلوا في غزوات المسلمين، وكم من العرب والبربر والمصريين والمسيحيين أنا ما يهمني هذا الكلام، أنا يهمني أنت شو كيف تعيش الآن، أنا وأنت كيف نعيش مع بعض، هل أنت تؤمن بأنه أنا كواحد مش مؤمن بدينك أنا لازم يحق لك أنك تقتلني، هل أنت تؤمن بأنه أنا لأني خرجت من دينك أنك لازم تطبق علي حق الردة؟ هو قد يقول لك لا أنا ما أؤمن، لأنه هو يعني الله قال لا إكراه في الدين وقد تبين الرشد من الغي ويقول لكم دينكم ولي دين، خلاص أنا وقف عند هذا، بما أنك ما تؤمن أنا راضي بهذا الإسلام، أنا ما يهمني أنت شو بتفكر بالإسلام، أنا يهمني أنت كيف بتعاملني وكيف التصور الذي تتبناه في ممارستك للإسلام معي، وليس اللي موجود بالكتب. وهذه هي النقطة الأساسية، وهنا نقطة مهمة جدا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه هذا الكلام قد يبدو غير منطقي، لأنه يقول لا يا أخي أنت لا تستطيع أن تنسب شيء مش موجود وتضيف شيء وتنقص وتحذف شيء موجود في الفكرة أو التصور. أقول هذا الكلام موجود في الأحزاب السياسية، تمام؟ وإلى حد ما في الدساتير. مثلا نحن الآن لو ذهبنا مثلا إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكيد عندكم في البلد هنا كما هو عندنا هنا وفي أغلب البلدان العربية الأوروبية. طيب هذا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنا أقول لا أنا أنتسب لهذا الحزب، جميل جدا، هل عندك ورقة انتساب؟ لا. إذا من الذي أقر لك أنك منتسب لهذا؟ قل أنا مؤيد شيء ثاني، ولكن أنت تنتسب تحتاج إلى إثبات. ثم تقول بأمور الحزب يستطيع أن يفصلك من الحزب أو يقبل بانتمائك للحزب، من الذي يفعل هذا مع الإسلام؟ ما عندك. لذلك علينا أن نفرق بين المعتقدات والتصورات الذي هو ملكية عامة، هي مش ملكية حزبية، مش ملكية جماعية، مش ملكية عرقية أو طائفية، هي ملكية عامة، لأن المؤسس لهذه المعتقدات هو مش موجود، الذي هو يعتبر الله أو الرسول أو يسوس أو بوذا أو كائن من كان. بخلاف الأحزاب عندها دورة كاملة واضحة جدا، بخلاف الدساتير. حتى الدساتير احنا الآن اليوم من نختلف، عندنا القضاة، عندنا الكذا، نشوف أن هؤلاء، اتفقنا أن هؤلاء أكثر الناس أهلية لتفسير الدستور ولتطبيقه وإلزام الناس به في حالة التنازع، فنذهب إلى المحكمة العادية والمحكمة العليا. حتى في الكيانات الكبيرة مثل الاتحاد الأوروبي الناس يذهبون إلى محكمة الاتحاد الأوروبي لما الأمور، وهذه طبعا لها شروطها وآليات. إذن فنحن نتكلم عن ماذا؟ عن أننا نحتاج أننا نفرق في أننا نفرق بين الأحزاب الذي والدساتير التي أنت تستطيع بكل سهولة أن تميز
من يتواجد فيه بالرقم والعدد والكذا وبين المعتقدات والتصورات. وهذا التفريق هو الذي ينشئ الحاله الثانيه الذي تكلمنا عنها في البدايه، وهي ان كل شخص يحق له ان ينسب او لا ينسب ما يراه مناسب للاسلام، واكرر واعيد بالشرط انك لا تؤذي احد، ان لا يحق لك انك تعتدي على حريه الناس. هذه هي الشرط. النقطة الثانية والتي هي لماذا نحن نتكلم عن تعريف الإسلام. تعريف الإسلام صراحة أستاذ منصور والأخوات جميعا له علاقة وثيقة جدا بالتعايش، لأنه أنت إذا حصرت الإسلام في تعريف معين أنت لا تستطيع أن تتعايش، وإذا طبعا كان هذا التعريف مقبول لغير المسلمين. إذا ما حصرت الإسلام بهذه الطريقة أنت لا تستطيع أن تتعايش مع الغالبية الساحقة من الناس، لأن الغالبية الساحقة من الناس يرفضون هذه الوصاية منك أنك تأتي وتقول وتلزم وتعمل وتسوي. وبالإضافة إلى هذا أنك تدفع بالناس إلى أنهم يتبنوا أفكار أكثر تطرفا وأكثر عنفا وأكثر قسوة، لأنك تريد أن تقولبهم في إطار معين. وهذا الكلام إذا والعكس هو الصحيح، يعني بمعنى أنك إذا أنت تركت الإسلام هو هكذا، الإسلام ما له تعريف، أنت ترجع للمربع الصفر الذي نحن نتكلم فيه الآن. كل شخص يمثل بسلوكه الإسلام، الإسلام الذي هو يتبنى، مش هو ما فيش إسلام عظيم، ما فيش هذا الإسلام الكبير الفكر المنهج التصور اللي الكل ممكن يؤمن به، هو لا، أنت بتصورك أنت تستطيع أن تقول أنا هذا هو الإسلام عندي. ولذلك هنا الأوروبيين عندهم شغلة جميلة جدا، يقول فما يقولون مثلا إلي أنا عندي التصور هو هكذا، دائما يقول أنا أشوف الموضوع بهذه الطريقة. خلاص، أنا هذا اللي يهمني منك كمسلم، ما يهمني شو موجود بالدين، ما يهمني شو موجود بالكتب، ما قال ابن تيمية وما قال الكليني، ما قال ابن القيم وما قال القمي، ما قاله محمد عبد الوهاب وما قاله الخميني، ما يهمني هذا الكلام، أنا يهمني أنت ماذا تقول. إذا أنا أعطيتك الحق والحرية والاستقلالية في أنك تكون حر في تصورك، فأنا أستطيع أني أتعايش معك حسب المعايير التي أنت تؤمن بها. وأنا في ظني أغلبية المسلمين اليوم، ربما لا يكون يعني ما أستطيع أقول الغالبية الساحقة، ولكن الغالبية من المسلمين، أغلبية المسلمين يستطيعون أن يتعايشوا مع أكثر الناس، مع أغلب الناس بدون مشاكل، هم متعايشين متحابين بالمفاهيم وبالمعايير البسيطة التي لديهم. ولكن أنك تأتي وتجعل هاي المرأة العجوز وهذا الرجال وهذا بائع الحلوى وبائع الخضار واللي عنده كشك في السجائر والمحشش واللي بيشرب واللي ما يشرب واللي يعمل واللي يسوي، وتجي كلهم تقول لا، هؤلاء كلهم دواعش، كلهم دواعش وقنابل موقوتة، كلهم إذا سنحت لهم الفرصة سيقتلوننا ويعملوننا. هذا تعدي على الناس في تصور. والقانون المدني والقوانين الديمقراطية ما يسمح بهذه النوعية من الحكم على الناس من قبل أن ترى ماذا يقولون وماذا يعتقدون، فقط لأنهم ينتسبون إلى معتقد هلامي، إلى تصور، إلى دين مبهم، إلى تعريفات أو إلى مصطلحات مبهمة ما لها أي تعريفات دقيقة حقيقية على الواقع. هذه هي الإشكالية الكبرى. فإذا وهذا طبعا نحن ليش نقول هذا الكلام، لأن نحن نرى أن اليوم في وعي، في زيادة وعي على الأقل، لا نستطيع أن نقول في وعي كبير، ولكن الوعي يزداد مع الوقت بسبب الانتشار. وهناك، واسمح لي ما أدري أخذ راحتي بالحديث عن بعض الشخصيات أو كذا أستاذ منصور، ولا كيف الوضع عندكم؟ لا تفضل براحتك، المايك لك، أنا لك الحرية الكاملة، لأن أنا عندي أيضا حديث أيضا لا أول إلى ولا آخر، بس ممتاز، لابد أن يعني أترك لك الفرصة الكاملة الآن. شكرا كثيرا، حديثك شيق وبالتفاصيل كثيرة. شكرا جزيلا.
كنت أقول لأنه الآن مثلاً نرى الذين يتصدرون المشهد في اليوتيوب في بعض الأماكن، هم تحسهم يعني تشعر أنهم بلطجية من نوع ثاني على المسلمين. هذا النوعية من الخطاب، أنا كمسلم عامي، أنا كمسلم بسيط، أنا كمسلم عادي أعيش حياتي اليومية، ما أؤمن بالعنف، ما أؤمن بالقتل وبالجزية وبالسبي وبالعبودية وبكذا، تمام؟ أنا عندما أستمع لمثل هذا الخطاب وأرى نعم هؤلاء وكذا، وأنا ما أتكلم على نقد الدين، لأن الدين كما يعني أشرت لذلك أكثر من مرة، الدين ليس مقدس، المقدس هو الإنسان ليس الدين. أنا عندما أستمع لمثل كلام هؤلاء، أنتم كلكم دواعش، أنتم كلكم كذا، تجعل الإخواني البسيط مثل مهدي عاكف ومثل محمد بديع ومثل الشاطر ومثل مرسي ومثل غيره، وتجعل المؤيد لحماس البسيط مثل بسبب هذا الصراع اليهودي مثل خالد مشعل ومثل إسماعيل هنية، وتجعل الذي يطالب بدحر الاحتلال وبطرد الاحتلال وبهذا الكلام مثل بغداد. هذا في نوع من عدم الفهم لواقع الناس، وهذا الكلام يدفع الناس دفعا. وهذا ربما إذا أتى يوم وتكلمنا فيه لماذا صدرت يعني خرجت المناطق العربية مثل اليمن، سوريا، العراق، وخرجت فيها هذه التيارات الأصولية الجهادية، سواء كانت الدولة الإسلامية والقاعدة أو أخواتها من جبهة النصرة وأحرار الشام وغيرها، وجيش الإسلامي في سوريا وغيرها، وقديما كان عندنا في العراق الجيش الإسلامي وكتائب العشرين وغيرها وغيرها الكثير من الفصائل والجماعات الإسلامية المتشددة. نعم أستاذ منصور، ما أدري إذا الأستاذ منصور موجود. نعم أنا وياك. نعم. وياك ممتاز. كنت أقول أن كنت أجرب البرنامج لأن جديد علي وأحاول يعني أتعرف على الأزرار نعم كنت أقول أن هذه التيار لماذا تخرج بهذه الطريقة؟ أنت عندما تضع الناس في دائرة معينة وتضغط عليهم، سيأتي غيرك ويتبنى هؤلاء. مثلا احنا دائما كنا نتكلم عن مثلا تبني إيران لحماس، مثلا نقول لماذا في كثير من الأماكن استطاع الإيرانيون مثلا أن يشتروا أو أن يؤيدوا أو أن يصنعوا جيوب لهم وجماعات وميليشيات وأحزاب وفرق وكذا؟ ليس لأن النظرية أو التصور أو الفكر موافق لطموح الناس، لا، ولكن الحالة أنت ما عندما تجعل شخص بين اختيارين سيختار الأنسب له أو الأقرب له وجدانيا، لأن الناس ما تفكر بنفس العقلانية التي عند الباحث والمفكر والذي يعيش الرفاهية الفكرية والرفاهية المعيشية كذلك. هذا الذي تحت القصف، الذي تحت الضرب، الذي يعيش حياة بائسة، أنت تأتي ما ترضى منه بأقل القليل وتلزمه، وأنت يا أما تترك الإسلام وتترك الدين وتسب القرآن وتعمل كذا وتقبل بكل هذا الكلام، أو أنك داعشي، وأنك إذا رفضت الكلام بهذه الطريقة فأنت داعشي. هذه الطريقة هي التي تولد التطرف وتولد وتكون بمثابة تجنيد غير مباشر لعوام الناس، لبسطاء الناس، نحو التيارات المتشددة، سواء كانوا إسلاميين أو غيرهم، سواء كانوا السنة أو غيرهم، سواء كان في العراق أو في غيرها من البلدان. وهذه اللغة الآن اللي موجودة مع الأسف الشديد عند كثير من يعني الناس الذين ينسبون إلى التنوير أو التيار التنويري، نرى هذه العداء، يعني نفس البلطجة التي يمارسها عليك أمثال العريفي وأمثال الحويني وأمثال هؤلاء المشايخ الذين يعني تعرف أسماءهم، عبد الله رشدي وغيره، نفس هذه البلطجة يمارس عليك من الناحية الثانية الشخص التنويري والتثقيفي على أساس
الذي ماسك هذا المنبر. فأنت إذا كانك شخص عامي، أنا إذا أردت أن في النهاية أختار بين اثنين، سأختار من؟ سأختار لا شك الجماعة التي تقرؤ تكون أقرب إلي وجداني، على الأقل أنا أتفق معها في أبجديات المعتقد عندي. بينما أنت، أنا بماذا سأتفق معك؟ أنت لا تترك لي أني حتى يكون لي خيار أني أن يكون لي دين أو يكون لي تصور أو معتقد إلا إذا كان يوافق نظرتك وتصورك. وهذه الطريقة تكون يعني تكون مخالفة للقدرة على التعايش مع بعض. وهذا الذي يعني هذا الموضوع أيضا ممكن نفرد له حلقة خاصة. أكيد أكيد نعم. فهذا هو الموضوع أستاذ منصور، وأنا أكتفي بهذا القدر، وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة، وأتفضلوا معكم اللقاء. شكرا جزيلا. هذا بالعكس وين هذا؟ لحظة ستوب كام، وين ما أعرف شلون أرجع. لحظة خلنا نشوف شلون أرجع. هذا ستوب كام ميوت، نسيت إيه هسا. أوكي شكرا جزيلا. الآن يعني ضبطت عندي، يعني ما أعرف شلون بعد جديدة علي كل شيء يعني. المهم شكرا جزيلا، هاي بالعكس تقدمت إحاطة شاملة للموضوع، وأعتقد أن صارت عندي كثير من الملاحظات. كنت أتمنى ما كانت أكو مشكلة بالشات، ما أعرف مفتوحة أو لا، ما عندي فكرة، فكنت أتمنى أن تجينا أسئلة. لكن المهم إحنا مشتركين ودخلنا بكثير من التفاصيل والقضايا. أنا أريد أقول أنه عندي مجموعة من الأسئلة. إحنا كنت تناولت الموضوع من زاوية أو من وجهة نظر الماضي، أو من زاوية الماضي، وتناولت تعريف الإسلام من قبل الفقهاء، وأنهم حاروا به، وأنهم لم يقدموا تعريفا حاسما جازما مانعا جامعا كما يقال. فبالنتيجة إحنا الآن لدينا إسلام مفترض، وليس هنالك إسلام حقيقي. إذن دعوة الآن لمن يقول أن هنالك دين صحيح وإسلام صحيح، هي هذه وهم كبير جدا ولا أساس له، لا حتى بالأدبيات الدينية أو الكتب الدين الأساسية، وخاصة من الفقهاء، جميع فقهاء السنة أو الشيعة، ما لا تجد تعريف كما قل جامع مانع للإسلام. بالتالي لا يحق لأحد أن يفرض الإسلام الذي يراه على الآخرين، فكيف تحاكمه كما قلت أنت؟ كيف تحاكم هذا الإنسان؟ المهم الآن المشكلة وين؟ هذا الإسلام بالماضي عندما تظهر حركات الآن وتطالب بتطبيق الإسلام، هذا معنى المعاني، تطالب أن هذا الإسلام الذي هو ما زال غامض كما أوضحت أنت بشكل دقيق أدق من عندي، لأن أنا كما قلت لك أنا أتناول موضوع الإسلام من الخارج، أنا لم أكن جزء من الإسلام، إنما أنا أتناوله كشخص يعني يبحث ويحاول أن يفهم ما هو هذا الإسلام. بالنتيجة الآن اتضح بأنه أنت توصلت لنفس اللي أنا توصلت له، وأنه هذا الدين الذي يدعى إسلام لا أحد يستطيع أن يقدم له تعريفا واضحا وحاسما. فكيف بمن لم يكن جزءا من هذا الإسلام؟ فإذن أنا اتفقت معك في قضية، أنت الذي قدمت من داخل رحاب الإسلام أو حياض أو حظيرة الإسلام إلى وأنت واقف على المشارف كما أعتقد، يعني بين العالمين يعني. وأنا الذي أصلا في خارج الإسلام، يعني أنا محسوب على الإسلام لكنني أنا ما غير متدين، يعني لا أكثر ولا أقل، لكنني لا أعاد الإسلام، مجرد أبحث في أمر أبحث في أمور الديانات بشكل عام. لكن هنا أكو مجموعة من الأسئلة. السؤال المهم، لماذا غابت هذه التعريفات؟ لماذا لا نجد حديث واضح وصريح ومنهجي حول غياب هذه التعريفات وغياب الاتفاق على تعريف جامع ونهائي للإسلام، أو على الأقل تعريف غير قابل للخلاف الشديد، يعني أنه يبقى محصور على صعيد البحثي مثلاً.
يعني مثل المسيحية مثلا الكاثوليكية، أنتم موضوع مالتهم يشتغلون عليه أنه أكو، بس عموم الناس أكو تعريف يعني عام كحال أي شيء آخر، يعني مثل علم الاجتماع، علم النفس، أو أي جانب، يعني مثلا أي دين بوذية أكو أشياء واضحة أساسية، لكن بالإسلام ماكو هذا الشيء، ما موجود. ثم هذا تنبني عليه أشياء، كما قلت كيف ننظر الإسلام في المستقبل. يعني أنا أنت قدمت رؤية الإسلام من زاوية الماضي، أو من عين بعين الماضي، أو بعين الباحث الذي ينظر إلى ما حدث فعلا على أرض التاريخ، أو على في فضاء التاريخ. اللي أريد أقول الآن أنه يبدو أنه هنالك مشاريع اللي كانت تفكر بقيام بنهضة لهذا الإسلام في المستقبل، وكان التحدي واضح بالدول الغربية أنه أو الحضارة الغربية والحداثة، كان الإسلام لحظة مبكرة قبل 200 سنة تقريبا بعد الغزو نابليون لمصر، بدأت ظهر هذا الصدام بين عالم القديم الذي كان يعني كان يهيمن عليه الإسلام في مناطقنا، وعالم حديث غربي قدم صورة أو وجهة نظر جديدة للتاريخ وللأشياء وللعالم وللإنسان، وطلع من جو الأديان ودخل في عالم الإنسان، واعتبر الإنسان هو المقدس هو الأساس. بالنتيجة أنه يبدو أنه بدأ حديث عن النهضة. أنا أعترض على كلمة نهضة. اللي صار أنه بدل ما أن هذا الإسلام الذي يفترض به أن ينظر إلى المستقبل ويعيد ترتيب أوراقه، لا، وماذا فعلوا هؤلاء؟ فعلوا ادعوا كلمة وجود نهضة. تسمعني؟ أسمعك أستاذ. لا تسمعني، ما أشوفك شيء خطأ. أنا أحيانا أضع أسكر الميكروفون عشان ما تدخل أصوات خارجية وأنا أكتب وكذا. أوكي. إنها تسجل الملاحظات عندي. نعم. أوكي، لا ماكو مشكلة، بس أنا عبالك مشكلة تقنية. نعم تفضل. على كل القصد أنه بدأوا يتحدثون عن نهضة. النهضة يعني شنو؟ يعني هم كانوا يعني أكو هاي النهضة طلعت يعني هاي نومة، يعني كانوا نايمين يعني والآن صحوا. ثم هل أنتجت هاي النهضة يعني أنتجت شيء مختلف عن هذه عن النومة القديمة مالتهم؟ هل كان الإسلام نائم والآن بدأ يريد أن يعود للنهوض؟ أوكي خلينا نهض، ما عندنا مشكلة. وهذا يعني كلمة نهضة العربية يعني هاي كلمة مزيفة، وهي بالحقيقة هي مسألة إحياء شيء ميت أو شيء لا أحد يعرف ما هو ولا أحد يعرف ماهيته. وكما أوضحت حضرتك بأنه الإسلام أو التراث الإسلامي بأكمله هو يعني غابة شاسعة واسعة ولا تعرف لا أحد يخرج منها بشيء حاسم ونهائي، مع هذا يطالبون بإحياء الحضارة العربية الإسلامية وما وهذا الكلام، يعني الشعارات الضخمة. وبالنتيجة ماذا، إلى أين وصلنا؟ وصلنا إلى داعش وماعش وحركات التطرف الإسلامي، وهذا هو التعبير الصريح عن النهضة التي كانوا يبحثون عنها، وكان من أبرز قادتها أو زعمائها الكواكبي ومحمد عبده، وبعد ذلك محمد رشيد رضا تلميذ محمد عبده، واللي تلميذ محمد رشيد رضا هو غفر الله له حسن البنا. والآن إحنا كلنا ثمرت هذه النهضة المزعومة أو إحياء علوم الدين، التي اتضح بأنها لا علوم ولا دين ولا لها علاقة بأي شيء، لها علاقة بالسلطة ولها علاقة بإحياء جسد ميت وجسد غامض، ولا أحد لا سابقا ولا حاضرا ولا يعني راهنا استطعنا إيجاد أي تعريف لها. اللي أقوله أنه هنا بالنتيجة تجارب الماضي القريب، يعني قرن هذا الماضي أو نصف قرن المضى، اتضع بأنه من الاستحالة أن نجمع بين التقدم والإسلام، يعني بالتأويل السائد لهذا الدين.
وخاصة كل ما يتعلق بالإنسان، بالفكر، بالأدب، بالفن، بالمرأة، بالجنس، بالاقتصاد، بالاجتماع. يعني لا يمكن أن هاي كل هاي الأشياء تجتمع مع الإسلام. التقدم معنى المعاني والتطور والتحديث يتناغم تماما مع الإسلام. أعني الإسلام هذا الموجود أو الموروث أو الشائع. هذا الإسلام بالتالي يعني اتضح بأنه لا يستطيع إلا أن يعتقل الناس جسدا وروحا، يعني لا يكتفي باعتقالهم روحا، إنما الآن بعد أن تولت عديد من يعني قوى الإسلام السياسي السلطة بدأت تعتقل حتى الروح والجسد وتحاول أن تغسل العقول وتغسل كل شيء في طريقها وتكتسح كل شيء، ولا تسمح بأي بادرة أمل لوجود نافذة للحريات، وخاصة بالعراق الآن القتل يعني كما تعرف أو تتابع الحركات الإسلام السياسي كان دواعش يقتلون كائن من يكون في طريقهم، أي شخص بمجرد خلاف بسيط حتى من جماعتهم يقتلوا فورا باسم الدين وباسم الإسلام الذي لا أحد يعرف ما هو هذا الإسلام المزعوم. على كل حال اللي أنا أقول أن هذا الإسلام الذي يتحدث عنه الجميع، ومع الأسف يعني شئنا أم أبينا، يعني مو لأنه أنا مثلا عندي موقف من هذا الدين، لا، أي شخص لازم أن يعني حتى لا ينظر لهذا الإسلام من نافذة المستقبل. يعني تخيل شخص بعد 50 سنة ينظر إلى هذا الإسلام، ماذا سيجد؟ سيجد أنه هذا الإسلام يعني ما لا يمكن أن يكون جزء من المستقبل، لا يمكن أن يستمر وينمو ويسمح بأن يكون حاضنا لأفكار وطموحات ويعني روح الناس أو وجدان الناس، لا يمكن أن يكون جزء من ضميرهم. بهذا الإسلام الموجود لا يمكن على الإطلاق، وأنا أجزم بهذا. أقصد هذا الإسلام الذي يبدو الذي يجب أن يتقدم نحو المستقبل بمسلمين يجب أن يتحدث بلغة المستقبل، يجب أن لا يتحدث بلغة الماضي. هاي اللغة اللي الآن كما أوضحت حضرتك بأنها هي لغة غامضة ولا تعطي تعريفا واضحا للدين، وتعطي فقط تعريفات عامة غامضة ولجأت إلى كثير كما سميتها إلى كثير من المعالجات السطحية والتي زادت الطين بلة كما يقال، بدلا من أن تعالج طلعت قضايا الناسخ والمنسوخ كما قلت، والمقيد المطلق والعام والخاص، وما هو خاص بالرسول وما هو خاص بالعموم المؤمنين. القضية الأساسية اللي أنت تحدثت عنها أنا أو قبل هذا لازم أوضح مسألة، إحنا لازم نتساءل كيف ننجو من هذا الواقع الذي قدم لنا دين لا تعريف واضح له، ولا أيضا أضيف لأنه وما لا يمتلك قيم محددة واضحة. كل القيم بهذا الدين مباحة، الصدق ممكن أن يتحول إلى كذب في أي لحظة مجرد بأمر فقهي أو بطريقة دينية معروفة، القتل ممكن مباح بأي لحظة، الفساد ممكن أن يبرر، أي شيء ممكن أن يشرعا ويصبح يعني ممهور بتوقيع الله والنبي والصحابة، وبعد ذلك ممكن أي شخص يفعل ما يشاء. إذن هذا دين مفتوح، هذا دين لا دين فيه، يعني عندما تجي تطلع على تفاصيله لا تجد أشياء، يعني أكو أشياء أكو أي منظومة دينية أو معرفية أو روحية لابد أشياء أساسية لا تقبل الجدل. تجي على هذا الدين لا تجد، تجد مجرد تعليم أركان عامة، وأول ركن من هذه الأركان حفظ الدين. أي ماذا يعني حفظ الدين؟ كيف تحفظ الدين؟ لها أولوية على حفظ النفس، يعني حفظ النفس. تخيل أنه هذا الدين ممكن التخلي عن النفس لصالح الدين، يعني هاي معقول؟ يعني من يقوم بالدين إذا فقدنا الأنفس والنفوس؟ إذن هذا كلام
العلاقة بالسلطة، ما لها علاقة بالدين كعقيدة أو يعني شيء معطى روحي، يعني يقدم شيء للإنسان ووجدان الإنسان ويشعر من خلاله بوجود معنى لحياته ولوجوده ضمن هذا العالم، وأيضا وجوده ما يعتقد بوجوده خارج هذا العالم. هذا الشيء أعتقد يعني يعبر عن خراب شامل سياسي واقتصادي، ولابد أن نصل إلى مرحلة أن نحل الأسس هذا الخراب بطريقة صحيحة وطريقة يعني تخلصنا من سلطة الدين الشائع هذا، وأيضا تخلصنا من سلطة العنف، ويصبح تصبح مجتمعاتنا خاضعة يعني مو سلطة شورى أو سلطة مجموعة من الفقهاء والرجال الدين الذين يختارون ما يشاءون وينتقون الأحكام وفقا لأهوائهم وحاجاتهم وأغراضهم. من هنا تتضح أنه هذا الدين ما زال يغتصب الناس، يغتصب حقوقهم، يغتصب كرامتهم، يبتزهم في أعز ما لديهم. وهذا المسألة لابد أن نعترف بها، ولابد كل متدين أن يعترف بها، لابد أن يقول أنا هذا الدين الشائع الموجود الذي يقتل باسمه الناس ويذبحون ويستغلون ويستعبدون، لابد أن أتخلى عنه، لابد أن أحتفظ أو أنأى بنفسي عنه، وضع حد فاصل بيني وبينه. يعني لا أقول له أن تمتنع عن أو تلحد أو شيء من هذا، لا، أنا بس أقول له أن هذا الدين الشائع أصبح دين مشبوه جدا، ويعني ما أعرف شلون أوصفه. يعني حتى رجال العصابات، رجال المافيات، أنا أعتقد عندهم قيم أكثر، يعني أكثر أخلاق، يعني أمضى أخلاقية أكثر أخلاقية من قيم هؤلاء. وهذا الدين لا تعرف رجل الدين، هذا الأسماء اللي ذكرت العريفي ورشدي وغيره وغيره، هؤلاء ناس يعني فعلا ما تعرف من يحركهم، ما تعرف أكو دول كبرى، ما تعرف بعد ذا قبلها الناس سبت بسبب داعش وجبهة النصرة، وما تعرف داعش هل هي تدعمها إيران، هل تدعمها السعودية، هل تدعمها قطر، هل تدعمها أمريكا، ما تعرف شو القضية. هذا الدين اللي أنتم أو جبهة النصرة، كل الحركات الإسلامية كلها قاطبة، كلها مشبوهة. فكيف إنسان يحترم نفسه الآن واعتبر نفسه مسلم أو متدين أن ينقاد إلى كلام وكلام معسول بعبارات غامضة كما قلت، أنه ما تعرف ما معنى الإسلام، ما معنى القرآن، ما معنى الدين، ما معنى، كلها مفاهيم غامضة متداخلة، والفقهاء كما أشرت نفسهم لم يصلوا إلى أي حقيقة من هذا النوع. أنا راح أعطيك بضعة نقاط حتى بعد ذلك نبدأ بالنقاش. قلت أنه أن إحنا مثلا الآن وفقا لكلامك أنه ماكو تعريف الإسلام دقيق، هذا معناه أنه ما لنا حق، لا حق لأي رجل دين أو حتى مسلم واحد أن يكفر أي شخص يأتي ويقول العلماني أنت تكفر على أي أساس؟ يعني ما أنت ما عندك تعريف الإسلام، قل لي ما هو الإسلام الذي تكفرني على أساسه؟ ها؟ يعني فإذا ماكو حق أنه يجي واحد يعترض على شخص ملحد. الملحد بالعكس أنا أعتبر الملحد رجل متدين، يعني هو كل ما في الأمر ما يؤمن بما تؤمن به أنت، يعني هذا. وبالعكس أكو مفارقة، أنه عندما ظهرت المسيحية الوثنيين، الناس الوثنيين اتهموا المسيحيين بالإلحاد، تخيل. فالوثنيين كانوا يعتبرون الشخص إذا يصير مسيحي هذا شخص ملحد. فإذا معنى المعاني أنه ما لنا حق بعد ذلك أن يكفر ملحد، لأنه أنت أصلا ما أعرف شنو دينك، أنت اختاريت زاوية أو ضيقة من زوايا دينك واعتبرتها صحيحة. معنى المعاني أنت شخص تابع لقطيع، أنت جزء من قطيع، وكل ما فضيلتك وكل همك أن تدافع عن حياض هذا القطيع وأسواره الحصينة. فما يعني إذن أنت الناس المسلمين الآن أنا أعتقد بجزء كبير من عندهم أو نسبة كبيرة من عندهم مجرد تابعين،
أو أعضاء في قطيع، وهو فعلا هاي التسمية رعية. يعني شنو رعية؟ رعية يعني قطيع، هاي معنى الكلمة العربية. فأيضا ماكو حق لأحد أن يتكفر أي شخص آخر سواء علماني أو متدين، يعني لا سواء أو ملحد، ماكو حق، لأن أنت أصلا واقف على أرض مهزوزة وغير معروفة. ولا وإذا كفرت أهلا وسهلا تعال، بس فهمت اشرح لي الأرض اللي أنت أنت تقف عليها حتى أنا. وكفر بشنو؟ إيه بشنو حتى أعرف؟ إذا أنت ما تعرف دينك فأنا يعني تكفر بشنو؟ فعلى قولتك يعني أمر يعني ما يعني شيء مغرب. غياب التعريف ما معنى هذا؟ ليش غاب التعريف الدقيق؟ لأنه أيضا أكو يعني أكو حل آخر، هل أنه كان تعبير عن فشل أوكي، أو تعبير عن حاجة، حاجة ضرورية، لأنه ماكو دين حقيقي، أكو دين مزيف اخترعوه. هذا الدين مخترع، معناته هذا الدين مخترع، وهو كان من أول لحظة هو دين مؤسسة، دين سلطة. يعني باللحظة الأولى من يوم السقيفة ووفاة الرسول بعده بفراشة متوفي، بنفس اليوم ركض هو أبو بكر وعمر، ركضوا للسقيفة وسووا دولة وسلطة، وخلاص بعد ذلك صارت حروب ردة وقاتل كل الناس وغزة سوريا والشام والعراق، صارت السلطة. فإذا هاي السلطة ما كان الإسلام بها واضح، يعني كانت قضية سلب ونهب مثل ما يعني واضحة المسألة، يعني لا يعني ما نغطيها، ماكو داعي بعد نغطيها، صار عيب بعد واحد يتحدث بهاي اللغة. الآن الأمور صارت واضحة، وعيب واحد يجي يسوي مغالطات ويخترع أشياء كاذبة ومزيفة. إذا هذا الإسلام الموجود هو إسلام استبدادي، إسلام سلطة، لا علاقة له بالدين، الإسلام الشائع يعني، أو الإسلام الموروث. هو دائما بالمناسبة ماكو دين مو شائع، هو دائما الدين هو الشائع، لا يعني حتى لا حتى وضع، بس إنه فكرة الدين تبقى هي فكرة جميلة بذهن الإنسان، لكن ما تحول إلى ممارسة إلا عندما إنسان يمارسها على أرض الواقع. إذن أنا أقول إنه أسس الإسلام الآن الموجود يجب فحصها بدقة، وأنا أعتبر إنه هاي أسس هذا الإسلام هي أسس الخراب اللي نعيشه جميعا، وأسس التي هي سبب كل ما يجري في بلداننا وتدميره. ومعنى معاني أنه هذا يجب أن نكافح الناس جميعا ضد هذا الإسلام، ليس باعتباره دينا، إنما باعتباره صوتا أو أداة القمع وممارسة العنف واستعباد الناس واستغلالهم وتدمير كل طاقاتهم الإنسانية بمعنى المعاني. هنا وين المشكلة؟ المشكلة تجي المفارقة وين؟ أنا عندما أجي تابعت منذ فترة يعني جماعة المتنورين وما أو ملحدين وأمثالهم، النسبة الكبيرة من عندهم يا أخي شيء عجيب والله، يعني خاصة كثير من بينهم عندهم مصريين أصدقاء بعضهم، وأيضا يعني كلهم يتحدثون عن تفاصيل، هكذا قال محمد وهكذا قال عمر وهكذا قال فلان، يعني أشياء وفرحانين إنه اكتشفوا فد لزمة ولزمة قوية على يعني كأنما اكتشفوا فد شيء عظيم. هي أشياء أدبيات معروفة، كل واحد رجل دين يعرفها أو أي واحد يعني عنده شوية اطلاع على الدين يعرف إن هاي الأحداث كلها موجودة، يعني ليست بالشيء العجيب يعني، وكأنما يعني المقصود منها إثارة إعلامية لا أكثر. وحتى بعضهم قاموا يكررون يعني نفس الأقوال ويكررون الفيديوهات، لأنه بدأوا يعني يشاهدون يكون حساب لمتابعتهم، لأنه ما أتهم بعد شنو يقولون يعني خلصوا كلها قالوها يعني، يعني هم شرشحوا الدين صحيح يعني، وأحداث الدين وتاريخه وسيرة محمد فصلوها تفصيل، بعد شو يقولون ما أتهم يعني خلصت. فالمشكلة هؤلاء يجب أن يعني أنا أنصحهم أن يطلعون يا أخوان، طلعوا من هذه الأحداث والتفاصيل الصغيرة. أوكي هو دين بمشاكل لا أول إنها ولا كل تناقضات صحيح فهمنا، لكن هذا مو كافي. أنت روح تحدث لي عن أشياء حقيقية، تحدث لي عن هذا الأشياء اللي نتحدث عنها الآن، تعريف الدين، ما هو الإسلام، ما المقصود
بالناسخ والمنسوخ يصير، حتى اذا يصير كلام من هذا النوع، لكن ما يدخل بالعمق، ما مجرد سطح يعني شغل، يعني كانما شغل الصحافه الصفراء القديمه بالخمسينات الستينات اصبحت على صفحات او على قنوات اليوتيوب لا اكثر ولا اقل، صارت دعايه والناس بدت تاهت. انت تدمر دينه، اوكي دمر يا اخي، دمر احداث، مو تدمر انت روح على الاسس، روح ناقش الاصول، طلع لي هاي الاصول، شنو هاي المصيبه اللي احنا عايشين بها، فهمني. ما ويجيك اما او يجيك بالحاله الاخرى يجيك باحثين يحكي لك ثلاث ساعات مثلا عن ماذا قال ابن حنبل كذا كذا، ويحكي لك ثلاث ساعات وبالشافعات يلا تطلع منه فكره دسمه. هو والله يعني دمرك، يعني اكو ناس تتابعهم ساعتين يا معود خاطر الكعبه بس طلع لي الزبده مالتك شنو. فهو يحكي ويطبق لك نظريات فوكو او منهجيه فوكو او يطبق منهج علم الاجتماع ويقول لك السوسيولوجيا كذا والكذا او الهرموناتيك، يعني اوكي يعني لا بس ما عنده مشكله بها، بس انت تخاطب ناس على في يوتيوب، يعني لازم اوضح انه هاي المساله يعني هاي مساله بحثيه، فمن يعجبه خلي يتابع، مساله علاقه بالجامعات والدراسات وشغلات اكاديميه وخلاص. على كل انا اقول ان هؤلاء الذين يعني يقدمون يعني اعمالهم على اليوتيوب مع احترامي لكثير منهم، طبعا انتم اشياء مهمه وانا اشياء جديده طبعا بعضهم انا استفدت منه لا انكر هذا، لكن النسبه الغالبه لا يقدمون شيء ذي قيمه ولا يناقشون القضايا الاساسيه مثل هاي، يعني بعض القضايا اللي ناقشناها بعدها 21 حلقه. وهذا انا اقول اذا انه ما دام الامر هكذا انه الاسلام لا تعريف له محسوم، فيجب ان يعمل الجميع على ازاله فكره القدسيه من اي شيء. لا توجد قدسيه بعد الان لأي مبدا ديني، اي قضيه دينيه، اي جامع، اي شيء. كل شيء اصبح الان متاح للجميع، وهذا الامر مو انا افترضه، يجب ان يكون هكذا، لانه كما قلت وهذا بالدليل الدامغ بانه هذا الاسلام وهذا الدين ليس بالشيء المتين او الرصين او الذي لا كما يقولون لا ياتيه الباطل من قدام ولا من خلاف. بالتالي اوضح اخلص حكي. المهم يعني هذا انا اكتفي، واذا عندك تعقيب تفضل استاذ. نعم صراحة عندي شوية نقاط إذا اتسع الوقت أتناولها، وإذا أردت أنك إذا كان في أسئلة أو كان في ملاحظات أو كذا. يعني عندي أسئلة بس كمل تشوفها حتى أنا أنت عارفني. نعم. هو أنا ليش يعني أنا يعجبني فكرة إنه الواحد يتناول، لأنه بحب التاريخ وكذا، يتناول المواضيع من الأول من البداية، لأنه دائما النتيجة النهائية اللي احنا نعيشها الواقع هو نتيجة تراكمات أتت خلال سنوات أو عقود أو قرون وأحياناً آلاف السنين. وإحنا تركيبتنا البشرية أصلاً الفسيولوجية البيولوجية هي التراكمات، كل هذه الطفرات وكل هذه التطورات الذي جعلتنا نختلف عن أسلافنا الذين كانوا في صورة مختلفة. فلذلك أنا أحببت أن دائما أتناول الموضوع من الزاوية الماضي، وإن كان لم يكن يعني كثير يعني بعيدا عن الحاضر، ولكن ما استوقفني صراحة هي ما هو السؤال، يعني لماذا غابت هذه التعريفات، يعني لماذا الآن الإسلام ما عنده هذه التعريفات الواضحة الدقيقة. أنا في تصوري أن الأديان بشكل عام هي مرحلة نضوج الوعي البشري ونضوج أو التطور القدرة الخيالية والقدرة الفنية. واليوم يعني من المفارقات العجيبة، اليوم كنت أكلم يعني قريب لي كنت أقول أشرح، كان يعني تكلموا عن هذا موضوع الهندوسية والبوذية، فكنت أقول يعني هذه الأديان الهندوسية خصوصاً
هي تعتبر يعني نموذج جميل جدا لما لحالة التطور الفهم الديني لدينا، كيف أننا كنا نشوف آلهة متعددة، بعدين كنا نشوف إله واحد وملائكة أو مجموعة شو بيسموها الشخصيات لا مثلا مثل الآن مثلا في الشيعة عندهم آل البيت أو المزارات أو الشخصيات التي تكون بمثابة آلهة صغيرة على الأرض يعني. فهذه هي تطور الفكرة الدينية. عندما أتى الإسلام، الإسلام ليس ببدع من القول وليس باستثناء عن أي حاجة ثانية. الإسلام خرج في بيئة معينة في منطقة معينة كانت تعيش على هامش التاريخ والجغرافيا، منطقة وفرت لها بيئة مناخ للتوسع ولقدرة الناس على الاستيعاب. ووعي الناس في هذه المرحلة ما كانت يعني ما لو كان لو طرح هذا السؤال مثل ما نطرحه اليوم على النبي محمد وأصحابه لوجدوا له تعريف أكثر انضباطا مما نحن نسمعه الآن من العلماء. ولكن وعي الناس ما وصلت لهذه القدرة، ما وصلت لهذه الدرجة أنهم يقولوا للناس يقولوا للنبي محمد أو الصحابة أنه كيف هو الإسلام، أنا بماذا أخرج بماذا أدخل. لا، ولذلك أنت عندما تقرأ مثلا الكتب يقول لك هذا أسباب النزول. شو هو أسباب النزول؟ أسباب النزول يقول لك هاي الآية نزلت بسبب هذه الحادثة. لماذا؟ يعني تعرف هذا شنو معناه؟ معناه تقول لك أنت تنتظر يصير حادثة حتى اي طبعا حتى يكون مناسب للوضع. اذا ما في حدث ما في كذا، فانت وخيالك خيالك وصل لهذه الدرجه، انت وصلت لهذه الدرجه من القران عندك. اذا بعد ما نعرف هل هذا القران هو نفسه اللي كان بين يدي النبي محمد او لا، ولكن اذا هذا هو نفسه فانت خيالك هو هذا اللي وصل، فانت ما تستطيع ان تخرج من يكون عندك تقدم علمي ل 500 سنه قدامه ولا 1000 سنه قدامه واكثر. انت ابن بيتك في النهايه. البيئه اللي تواجد فيها الاسلام الناس ناس بسطاء، ناس نهايه منطقهم انهم يتصورون ان النجوم هذه النيازك التي تاتي وتروح انها شهب ترمى به الشياطين. لانهم لماذا؟ لانهم يسترقون السمع. هذا هو يظن انه المغرب عفوا الشمس انها تروح تغرب في مكان معين، فبالتالي هناك موجود قرن الشيطان. ما هو أنت، هذا هو الوعي، هذا هو التصور اللي موجود. أنت ما وصلت لأكثر من هذا. فشيء طبيعي جدا في تصوري أن ما يكون للإسلام تعريف. لماذا؟ لأنه الإسلام ما كانت هذه قضايا، الوعي الناس ما كانت موجودة، ما كان موجودة. وإمكانيات الناس الذهنية كانت بعافية جدا يعني. والمناخ، وأنا دائما أقول إنه الأمور، وهذا طبعا أحد الإشكالية دائما أناقشها مع الأخوة لما يأتي يقول لك طيب كيف انتشر الإسلام. البعض يقول لك إن الإسلام انتشر بالسيف، والبعض يقول لا، أن الله لن يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله في هذا الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. الموضوع مش هيك. الإسلام مثل أي فكرة، أي تصور، أي عقيدة، أي حركة، أي تجمع، أي قبيلة، أي حاجة، إذا توفرت له شروط الموضوعية، العوامل الموضوعية للانتشار انتشر، وإذا ما توفرت له ما راح ينتشر. وكون الإسلام انتشر 1400 سنة ما يعني أنه سيستمر 1400 سنة ثانية، لأن هذه من المراهنات الخاسرة. لماذا؟ لأن احنا لدينا أديان بقت مثل الأديان القدامى المصريين، بقت 1000 سنة و2000 سنة الناس تعبد آمون وتعبد هذه الآلهة، واندثرت هذه الآلهة واندثرت اندثر هذا الدين، وتركوا معالم عظيمة وأصبح في خبر كان. فهذا الإسلام لا يعني أنه سيبقى مثل ما هو. ولكن هنا نقطة مهمة جدا في السؤال الثاني الذي طرحته أستاذ منصور، وهو يعني كيف ننظر الإسلام في المستقبل. أنا أعتقد أن الإسلام هو عبارة عن حركة تطورية لم تتوقف في يوم من الأيام، وعندها الإسلام مش الإسلام، ولكن المسلمين هم تطوروا في تصورهم وفي بناء معتقدهم عن الإسلام. هم الإسلام الذي كان في زمن النبي محمد حسب ما وصل لنا، ما نعرف دقة هذا الكلام، ولكن الخطوط العريضة نستطيع أن نقول بها
الخطوط العريضة كان إسلام سهل سلس بدائي جدا. أبو بكر نفس الكلام، أبو بكر الإسلام في زمنه بدائي جدا، يرسل جيش من 400 واحد، من 300 واحد، من 500 واحد، هو يروح يجي كذا، ما في. أنا أعتبر المؤسس الحقيقي للإسلام وللدولة الإسلامية وتنصيب أركان الدولة الإسلامية هو عمر بن الخطاب، ليس لأن فتح بلاد فارس وكذا، لا، ولكن عمر مهد لقيام دولة عظيمة استطاعت أن تستمر بغض النظر عن كل المساوئ والمحاسن، ولكن استطاعت أن تستمر إلى سقوط الدولة العباسية أيام هولاكو لما أجا فيه واحتل بغداد وأراد دخل على الشام وأراد يأخذ مصر فوقف له الممالك. يعني تقريبا 500 سنة 550 سنة عمر بن الخطاب كل هاي التحديات التي كانت تمر بها الدولة الإسلامية كانت قادرة على أنها ترمم نفسها وتحتفظ بالجوهر الموضوع أنه إحنا اسمنا دولة إسلامية. رغم أن إذا تكلمنا في التاريخ الإسلامي أنا ممكن أذكر لك شغلات تقول كيف هذا، كيف كانوا يبيعون الخمر، كيف كانوا يغتصبون النساء في بغداد وفي الكذا من جيوش الخليفة. يعني أنت قد لا أتكلم عن السبي، أتكلم عن ممارسات العسكر، يعني مثل هذه الميليشيات اللي موجودة الآن في العراق أو غيرها، عرفت كيف؟ يعني وهذا ما مش كلامي أنا، ناس كانوا معاصرين لتلك الحقبة وناس كانوا يؤيدون هذه الخلافة، يعني أصلا كتبوا عن مثل هذه الكلام، ليس ناس يعني مثل ما يقال التاريخ يكتبه المنتصر، مش حقيقي. ولكن الفكرة أنه هذا عمر بن الخطاب لما عمل هذه الدولة وطور. أبو بكر النبي محمد كان شكل، أبو بكر كان شكل، عمر كان شكل، وطول بعد ذلك الدولة الأموية مختلفة تماما عن دولة الخلفاء الأربعة، دولة ثانية مختلفة تماما. جت الدولة العباسية نظرية، وأنت عندما تتكلم عن الدولة أنت تتكلم عن الثقافة اللي كانت سائدة في ذلك الوقت، انتشار وتطور العلوم الإسلامية بالمعنى أن هذه الأدوات اللي ابتكروا فيها علم الفقه واللغة والأصول والتفسير، وصار كل الناس تكتب، علم الحديث وعلم الرجال، وصاروا يعني في غزارة في إنتاج مثل هذا. لماذا؟ لأن أنت الآن بدأت تصطدم بأناس لديهم أسس متينة للنقاش وللمعارضة وللنقد ولكذا، فأنت بحاجة أنك تضع لنفسك قواعد، فبالتالي صار في قواعد بالإضافة إلى إشكالياتك الداخلية. أنت قديما كان يجي الواحد تقول قال رسول الله كذا وكان يروح يعمل كذا وتنتهي المسألة، ولكن بعد ما انتشر العلم وصار كل واحد يحفظ له حديث ويحفظ له آيات ويحفظ له كذا، لما تيجي كان يجي واحد يقول قال رسول الله كذا، يقول طب لماذا قال كذا؟ فقد حدثني فلان عن فلان أنه قال كذا، صار في تصادم، اتطورت الفكرة، فصاروا يعملون هذه القواعد العلوم اللي اسمها أصول الفقه وكذا، وكان من أوائل من وضع أسس هذا العلم هو محمد بن إدريس الشافعي الذي يعرف بصاحب المدرسة الشافعية والمؤسس المذهب الشافعي. يعني المهم الفكرة الأساسية هو شنو؟ هذا الإسلام تطور والآن ولا زال يتطور. والآن الإسلام الآن لو ماذا، ما أدري حضرتك إذا كنت مطلع على ثقافات الشعوب المسلمة، أنا التقيت بناس من أندونيسيا، من ماليزيا، من مناطق عدة، الباكستاني، صدقني هذا الإسلام اللي موجود عندنا في البلدان العربية ما تشبه بعض، فضلا عن إسلام الأعاجم أو الناس اللي ما يتكلمون العربية. العاجم ليس اللغة، ليس أقصد بها التعيير من أحد، وإنما يعني كما قيل أنا لكل من ليس بعربي هو أعجمي، يعني ليس تنقصا ولا شيء، ولكن كل هذه الشعوب التي مثلا تعتبر مسلمة كل واحد لها طريقتها ونظرتها وتصورها في فهم الإسلام، وتطور الموضوع على هذا الأساس. الناس المسلمين في ماليزيا عايشين مثل المسلمين هون في أوروبا بطريقة معينة، بثقافة معينة، بنظرة معينة للأحداث وللكذا، بخلاف الناس اللي عايشين في باكستان. أنت رأيت قبل مثلا 10-12 سنة نسوان تطلع في الشارع تقيم تكسر الأشرطة وتمزق المجلات، وهذا اللي كانوا من أصحاب اللي تخرجوا من الجامع الأحمر إذا تتذكر تلك الأحداث.
إذن فهناك تفاوت شديد جدا في فهم هذا وتطور أيضا. الآن الإخوان الآن مثلا من أكبر أوجه التطور عندنا مثلا الصارخ في الإسلام الذي نراه يعني يتطور كيف يتطور والناس الذين حوله ينتمون إليه يتطورون أيضا. عندنا الإسلام الأردوغاني أنت تعرف، وعندنا نعم. الإسلام القطري تمام، وعندنا نعم. الإسلام السعودي، وعندنا الإسلام التونسي. لا هذه مهمة جدا، الإسلام النهضوي، هذا الإسلام اللي وصل بالدرجة لمؤسس حزب إسلامي مثل راشد الغنوشي إنه يترك الإسلام من الحزب، يعني قال خلاص أنا ما نحتاج الإسلام، إحنا نلتزم بالمعايير العامة للشعب والثقافة العامة وكذا، إحنا ما نحتاج الحزب بغض النظر صادق كاذب كذا، ولكن هذا من مظاهر التطور. يحاول يطبق طريقة الأحزاب المسيحية الأوروبية. بالضبط هو هذا، ما هو المسيحية هي تطورت بهذه الطريقة. الظروف إذا كانت مسامحة مواتية لأن تنتشر هذه النوعية من الإسلام ووصلوا للحكم واستطاعوا أن يتواصلوا مع الغرب وينفتحوا على العالم، هذا الإسلام سينتصر. إذا ما كان هذا الكلام يعني أنا بالنسبة لي أقول أنه مسألة أنه الإسلام سيتطور يعني عندي شكوك بها، لأنه الإسلام هذا كلام كمان قابل للنقاش. اي لا قابل للنقاش، يعني يا ريت يتطور، انا ما يا ريت يعني بالعكس انا اشك، لانه انت مثلا انا كل كلامنا انا هم واحدة من الاسئله اللي لاحظتها يعني من خلال كلامك، انت تبني تصوراتك وافكارك على اساس انه هنالك قدسيه لحريه الانسان، وايضا تقول بانه الاولويه للانسان ولارائه ولافكاره ومعتقداته. أكيد، لكن هذا مفهوم حديث، يعني لو يجب أن نفهم الدين وهذا هو التطور وهذا هو التطور وهذا هو اللي إحنا نقول به. أنت كل شيء بيتطور، أنت تتحدث بهاي اللغة، لكن القضية مو هيش، يعني هذا بالنسبة لشغل حقيقة الدين. هو أنا عندي تعريف الدين، الدين هو القطيع، يعني أنا عندي هاي لا شوف يعني عندي فيديو الأخير قبل الأخير يعني عن الدين، إنه الدين هو المجتمع هو ظاهرة دينية، أنا أقصد الجماعة هو ظاهرة وليس المجتمع، يعني كان يعني بس لأن الكلمة الشائعة هي المجتمع. فأقول بأن الدين هو القطيع، يعني الإنسان بحاجة لأن يكون ضمن قطيع، لا يستطيع أن يكون بدون لا يستطيع أن يعيش بدون ما يشعر بأنه هو جزء من الآخر. يعني أنا مثلاً عايش لوحدي مثلاً، لكن أنا ما أشعر، ما أقدر أكون مو جزء من الناس أو الجنس البشري. الآن أنا أحاول أقدم أفكاري، أنت تقدم أفكارك، مهما كانت ظروفنا، مهما كانت عزلتنا، مهما كانت يعني حالتنا الإنسانية من حيث التواصل مع الآخرين، حتى لو تعايش لوحدك وما عندك أي اتصال مع أحد، أنت بحاجة لأن تقدم خطابك البشري، يعني أنت شئت أم أبيت جزء من المجموع البشري، جزء من الجزء، يعني ما تقدر. يعني إحنا نولد إحنا ها؟ إحنا كائنات اجتماعية أكيد. ما تقدر يعني، لأن أنا عندي دائما أقول بأنه إحنا عند لحظة الولادة ولحظة قطع مشيمة، عندما تقطع المشيمة من أدنى بهاي اللحظة نفسها تشتغل مشيمة المجتمع، الجماعة اللي تولد بها. فأنت لا يمكن أن تنشأ، صحيح أنت تخليت عن مشيمة الأم، مشيمة الرحم اللي كانت تمدك بالغذاء، لكن فورا تشكلت أو ربطت معك أو دخلت في رحم المجتمع، وهذا المجتمع هو اللي راح يغذيك فكريا ويعلمك ويربيك وينشئك ويخليك تكبر وتمتلك ثقافة المحيط الذي ولدت به. فبالتالي أنت أصبحت شئت أم أبيت جزء من القطيع، يعني ما ممكن. وين المشكلة؟ يعني ماكو مشكلة، لا المشكلة احنا المشكلة بالضبط انه احنا ما لا نصف الأمور بما هي عليه، إنه القضية. ولكن الآن القطيع، لو أنا أحاول أفهم كلامك أستاذنا، لا أنا القطيع المجتمع الأخيرة حتى أقول إنه إحنا الآن مش ماذا نفعل، نقول إنه هنالك فرد
وهو جزء من قطيع أو جزء من جماعة. الحقيقة إحنا جزء من جماعة وأصبحنا ونحاول أن نكون أفراد. يعني الأمر بالمقلوب. طيب. بتكمل. تفضل. نعم. الفكرة إنه إذا إحنا حتى كنا جزء من مجتمع، من قطيع، من جماعة، من أي شيء، هاي الجماعة ليست ثابتة، هاي الجماعة تتطور، هاي الجماعة ترتقي وقد تسوء. إيش اللي يخلي الجماعة، الوعي الجماعي، سيكولوجية الجماهير هذه، إيش اللي يخليها أنها تشرق أو تغرب، تصعد أو تنزل، ترتقي أو تنحدر؟ إيش اللي يخليها؟ هي الظروف المحيطة والظروف والتراكمات والعوامل والأحداث والمتغيرات السياسية، الاقتصادية، الأمنية، العسكرية، البيئية، المجموعة كبيرة من العوامل، تمام؟ المؤثرات نستطيع نسميها. هذه المؤثرات هي اللي تقولب أو هي التي تشكل الوعي مع الوقت. الآن مثلا نحن لما رأينا أوروبا مثلا لما بدأ عصر النهضة وقبل عصر النهضة مثلا كانت في بوادر، أخذ هذا المشوار 200-300 سنة لين ما وصلت لمرحلة من النضوج حتى نرى أوروبا بالمظهر الحالي. قبل 100 سنة هنا بهاي البلدان يعني النساء، المرأة كانت تضطر أنها تضع بما يشبه الحجاب أو خمار على رأسها، كانت عليها قيود كثيرة في الكنائس في الكذا. خلال 100 سنة، يعني خلال 100 سنة راحت هذه الأمور، وصل الأمر أنه هذه الكنائس أنها ما تكون عندها إشكالية أنها تعقد القران بين اثنين من نفس الجنس، مثل سواء كانوا رجال أو نساء، وبدأوا يتفهمون لماذا؟ لأنه أصبح هناك تدافع علمي، أنت لا تستطيع أن تستمر إذا ما تطورت. الإسلام أمام حلين، يعني الإسلام كهذا الشائع أو يسميه ما شئت، أنا عن نفسي أبداً ما أقول أنه الدين فيه مشكلة، أنا أقول الوعي فيه مشكلة. الناس إذا كان وعيهم في يسمح بتأويل نصوص للعنف، للقتل، للاعتداء، سيطبقونها. إذا كان وعيهم ما يسمح بهذا الكلام حتى وإن احتفظوا بهذه النصوص لن يطبقوها، مثل ما هو الآن نرى في الكنائس الأوروبية. الكنائس تروح وفي ناس تؤمن بهذا الإنجيل وبالكتاب المقدس وبالكذا، ولكنها صارت تؤول وتفسر الأمور على الرغم أن العهد القديم فيها فظائع إذا لم يكن أكثر من الإسلام ليس بأقل منها، ومع هذا استطاعوا أن يتعايشوا بذلك. مع ذلك أنا الآن إيش أريد أقول؟ أقول أن الوعي هذا الجماهيري هو لا زال في مرحلة، دائما أقول يعني هو مرحلة يعني ربما لم يصل للحبو أصلا، هي مرحلة يدوب ما بعد الحضيض. يعني أنا بشوف أنه إحنا النقطة السوداء في حياتنا لما كنا نعيش دولة الخلافة العثمانية، هذه كانت نهاية التخلف اللي وصلنا له. الآن في تخلف في كذا، أنا أشوف من بعد الدولة العثمانية لحد الآن ممكن نختلف، أنت ممكن تشوف أن فترة الخمسينات الستينات كان العراق متطور كذا، أنا أقول لا تقاس هذه الأمور، ولكن تقاس بالمجموع العام. يعني أنت عندما مثلا تأتي عندك 10 محلات، محل ربح في مكان، محل نزل في كذا، في وقت في كذا، بعد ما تأتي تعمل الجرد العام وقتها راح تعرف الأرباح والخسائر التي عندك. الجرد العام لتقييم وضعنا في العالم العربي والإسلامي بين قوسين بعد الدولة العثمانية لحد الآن إحنا في صعود، إحنا مش في النزول، لأن إحنا ما نستطيع أن نعتبر جميع الحركات التي أو العقول المتنورة اللي كانت موجودة في مرحلة الثلاثينات والأربعينات والخمسينات والستينات أنها كانت عقول واعية من ناحية حقوق الإنسان وما شابه، وإنما هي كانت في مجملها عقول يسارية. والعقول اليسارية رغم انفتاحها وكذا هي ليست عقول إلى علاقة بحقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وإنما هي عقول مركزة، عقول موجهة في اتجاه معين ضد الإمبريالية وتحسين وضع البروليتاريا وتقييم الوضع ومش تقييم شو بيسموه إزالة السلطة الرأسمالية من الحكم وما شابه. هذا أنا عن نفسي، يعني ربما تختلف معي ويختلف معي أخوة وأخوات كثر،
أنا ما أعتبر هذا الرب، أنا أعتبر هذا الذي يحصل خلال هذه 20 سنة الأخيرة هذا هو الوعي. لماذا؟ لأننا بدأنا نتكلم بمعايير حقوق الإنسان، نتكلم بمعايير الحرية الشخصية، نتكلم بمعايير أنت كإنسان فرد مهم بالنسبة لي، مش الجماعة، مش الدولة اللي أنا لازم أضحي بنفسي وأضحي بمالي وأضحي بحياتي وبثلاثة أربعة راتبي عشان الدولة الدولة اشتراكية. هذا في فرق كبير جدا بين الوعيين. أنا الآن وعي هو أنت الإنسان. قبل 50 سنة أنا وعي كان لا، الدولة اليسارية هو الإنسان. هذا هو أنا يعني هذا وهي المشكلة. إحنا من المنطلقات، إحنا نتحدث عن شيء اسمه دين، نتحدث عن شيء عن شيء اسمه إسلام. هنا علينا أن نلتزم ضمن حدود الأركان الإسلام كما يقال، أو الفكرة الأساسية للإسلام ما هي؟ هو أن يسلم الإنسان نفسه لله ورسوله. هذا كلام مطاطي ما له أي قيمة. لا هو هذا الأساء يعني الكلمة. لا هو كلام مطاطي. وشو معناته أسلم نفسي لله؟ هو وين الله عشان أسلم نفسي له؟ ما رجعنا نفس المربع. تصديق صدق خلاص على إيمان. شو سوي يا خلاص أنا أصدق أنه موجود هناك فوق مثلا وبعدين. ما لك علاقة. لا حتى لا تسأل ما هو الله وأين هو الله، ما لك علاقة. جيد أنا عملت هذا ما في مشكلة. هذا هو الدين. جيد هذا لحد الآن ما في مشكلة، وأكثر المسلمين يقولون بهذا. مشكلة خطيرة أنه أنت هذا الله الإله هو إله محمد بالضرورة، يعني أنه لا يمكن أن تؤمن بإله غير إله محمد، لأنه تطلع مو يصير غير مسلم يعني هو ما ممكن، لأنه مربوط الإسلام مربوط بمحمد، الله مربوط بمحمد، إله آخر يعني هذا ما يعني ما جيد ما في مشكلة لحد الآن، حتى كمان ما في مشكلة. لا أكو مشكلة. المشكلة بأنه أنت تسلم نفسك لله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه أنت عبد لله، أي أنك فقدت صفتك الإنسانية. هاي القضية يعني ليش هي هنا جوهر المصيبة، جوهر المصيبة. هو هذا واحد يشوف نفسه عبد، أنا شو أسوي له؟ لا هو الدين هو واحد يشوف نفسه عبد، ما علي يعني. هو الدين يفرض عليك أن تعتبر نفسك عبد. ما هو الدين ما يقدر يفرض. هو الدين دين مش مؤسسة، الدين مش حزب. أنا أتحدث عن أساس عن أشياء اللي ما عليها خلاف بالإسلام أو بأي دين. الدين معظم أو لا أعتقد ما يعني ما أعتقد أكو دين يختلف. كل الأديان تطالبك اولا بالانتساب اليها وليس ان تنتسب اليها، يعني بمعنى اخر انك ان تؤمن بالدين الذي وفي الوقت نفس الدين لا يؤمن بك. خير المصيبه الكارثه، يعني الدين مقدس لكن انت بالنسبه له غير مقدس. انت باللحظه اللي انت تعترف به هذا تفسيرك أنت، مش بالضرورة كل من يؤمن بالدين يقول هذا التفسير. كل الاسلام الموجود بجميع المذاهب يقول شيء مختلف. يعني ما هو هذا اللي أنا أقول لك الآن، أي شخص يأتي ممكن يقول هذا الكلام وضده وينسب للدين. الآن أنا كيف أحسم هذا الموضوع؟ وهذا اللي أنا وأطيع الله وأطيع الرسول، شنو معناته يعني؟ وأن شلون بالله هاي نسيت راحت من بالي. خلقنا الإنس والجن ليعبدون. ممتاز جدا. ليعبدون أنا أعبد الله مثلا، هذا شخص يقول العبادة هو أنك تدعو الله أنك يشيل عنك المصائب. واحد يقول هذا هو العبادة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالتوبة. يقول هذه الآية مثل ما يقول ملايين المسلمين بهذا الزمن، يقول هاي الآية نزلت لظروف معينة خاصة بتلك الظروف. أنا عبد لله ورسوله، شو معناتها؟ إيه وأنت هذا خلقك، فأنت تعتبر إنه العبودية. أنا الآن شو بعمل؟ الآن أكلمك بمنطق من يريد أن يقول وين المشكلة. الآن هذا الشخص اللي يقول أنا عبد الله، وين المشكلة؟ لا أنت شو المشكلة بأنه أنت؟ أمو أنا لو أصير عبدك أنت في مشكلة. ليش؟ لأنه أنا وأنت متساوين، ولكن لو أنا عبد الله وين المشكلة؟ لا مشكلة أنت عبد الله وكنالك وكلاء الله. لا ما هذا تفسيرك انت، مش بالضروره انا اقول. لا هذا الاسلام الموجود، يعني قال لك انت الاسلام في غير هذا كمان موجود.
الآن ما هو هذا اللي احنا تكلمنا فيه مثلا، هو شنو الإسلام اللي موجود؟ في ناس تفسر هذا الإسلام بهاي الطريقة، ممتاز جدا انت تشوف هذا الكلام، طالما انك ما تعتدي على حقوقي وعلى حريتي فانت انت مشكلة، انت تعتدي على كلمة حقوق وحرية لازم تعزلها عن لأنها حديثة أشياء حتى لو حديثة. أنا ابن العصر هذا، أنا ابن العصر هذا، أنا الآن أكلمك بمعايير العصر، ما بكلمك بمعايير لا الدين. معايير الدين معايير العصر غير معتمدة، لا غير معتمدة معايير العصر اللي أنت بتتكلم عن التعبد كيف؟ غير عمومية ما ممكن تعممها يعني. كيف ما اقدر اعممها؟ ماذا تقصد؟ يعني ما ممكن تعممها خليها تنطبق مثلا على مدينه مثل الناصريه او البصره او صحيح أو لماذا؟ لان هذه المناطق هي لا تعيش وفق قوانين حقوق الانسان. احنا نتحدث عن مناطق هيمنه الديني على هي مش هيمنه الديني، هي هيمنه ميليشيات واحزاب سلطويه تقمع الناس. الدين ما له قدرة أنه يهيمن أو ما يهيمن. متى زين أسألك سؤال، متى كان الدين ما عنده ميليشيات وقوى مهيمنة وتقمع الناس؟ متى؟ الآن في أوروبا الدين ما عنده لا هيمنة ولا ميليشيات. أوروبا حالة مختلفة. لا ليش هو اليابان الدين ما فيها، اليابان دين ما فيها ميليشيات. ماليزيا ودولة مسلمة هو قتلهم هو جا سوى مذبحة فيهم قبل 1860 اعتقد امبراطوريه. لا بس الان اليابان فيها دين جماعه الساموراي وانتهى الموضوع. الان في دين في اليابان وفي ناس متدينه ولكنها ما عندها ميليشيات. والان في ماليزيا دوله اسلاميه. لا استاذنا العفو، ماليزيا مثلا دوله اسلاميه بين قوسين، طبعا دائما نقول بين قوسين، تمام، الشعب مسلم ما فيها ميليشيات. إذن الوعي هي اللي تصنع الميليشيات وما تصنعها تنبذها، مش الدين. الدين نفسه حالة جامدة، الدين ما يستطيع لا يعمل ولا يسوي ولا يقدم ولا يأخر إلا إذا كان هناك ناس يعملون هذا الشيء. وهذا الناس عشان يستطيعوا يترجموا الدين لسيء أو حسن، لشر أو خير، لقتل أو تعايش، هذا الموضوع له ارتباط وثيقة بوعي الناس. أنت إذا ما عندك وعي ما تحتاج أن يكون عندك دين عشان تقتل بعض. إحنا كل هاي السنوات اللي كنا نقتل بعض ماكو دين. هذه الحروب اللي صارت بين التيارات اليسارية وقتلوا بعض وذبحوا بعض ماكو دين. ولكن الفكرة مش الدين نفسه، وإن كنت أنا يعني أنا متفهم هذا الكلام الذي تقول، أنا ما أقول أنك تخوفك أو الواقع لا، ولكن الفكرة الأساسية أنه الدين هي في حالة جامدة، هي الدين فكرة. هاي الفكرة حتى مش مترجمة. يعني الآن مثلا لو مثل ما قلت أنا ليش أفرق بين الحزب والدين؟ ليش ما مترجمة؟ ليش يعني ها شنو؟ لأنه في 5000 ترجمة وتفسير لها. لا ما لا 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 أوكي على عيني ورأسي كلامك صحيح، لكن عندما نتحدث على لازم نفصل بين الحديث على مستوى الحوار الفكري أو المعرفي وبين الحوار بين الواقع الموجود على الأرض. الواقع الموجود على الأرض هناك هيمنة دينية واستبداد ديني مو سياسي، استبداد ديني. إنه الآن الفضاء الذي يعيش فيه الناس هو فضاء ديني في جميع هذه البلدان. هذا مسألة ما نقدر نناقشها. بعد ذلك إحنا كنا نتحدث عن تعريف الإسلام على عين وراس، قلنا هو غير واضح وغامض وكل هذا الكلام، لكن عندما تذهب إلى أي مدينة عربية أو مسلمة خاصة بإيران أو ربما تركيا نوعا ما معظم مدنها تجد فضاء ديني، ما تجد فضاء علماني. صحيح، لأنه الموروث دي التاريخ هو مشبع بالدين. علينا أن نتحدث على هذا الموضوع. لا بأس نتحدث عن هذا، وحتى بالمناطق في أوروبا، حتى بالسويد، بفرنسا، بالدنمارك، بألمانيا، تلقى أكو أحياء كاملة لا يحق لأحد دخولها، أكون تعيش تحت فضاء ديني. نعم فضاء ديني. يعني أنا اللي أقوله وين، إن علينا أن نفهم ما معنى كلمة دين حتى بعد ذلك نجي نحلل. يعني أنا ما ممكن أجي أتعامل مع دين وأقول أكو حقوق إنسان، يعني الدين ما له علاقة بهذا الموضوع. هو بالعكس الدين موجود حتى ينفي شيء اسمه إنسان،
حتى يتخلص من شيء اسمه انسان. يعني الدين اذا اعترف بالانسان بعد ما نحتاج نسوي يعني بعد. هو الدين ما يستطيع يعترف او ينكر استاذنا. الدين انت اللي راح تفسره، ما غيرك يقدر يفسره بغض النظر. انا اتمنى يعني تثبت بان انا غلطان، بالعكس يا ريت. يعني انا اتمنى ان اقول انا غلطان. انه الدين مثلا انت الان لو تريد، وين هو الممثل الرسمي للدين يعني عشان يقول انت متدين وانت مش متدين؟ من هو؟ أنا أتحدث عن الدين بشكل عام، يعني عندما تجي على الدين المسيحي أو تجي على الدين الإسلامي أو تجي على الزرادشتية أو على المانوية أو القديمة المنقرضة، كلها موضوعها الأساسي أن ينتمي الإنسان إلى فكرة ويتأسس على هاي الفكرة كل حقائقه، ويتعلم ما هو الصح وما هو الخطأ، ويبدأ ينشأ ويرتبط بمشيئة المجتمع أو الجماعة التي يتغذى فكريا وعقليا وإنسانيا وروحيا على المجتمع أو الجماعة التي ولد فيها. لأن المجتمعات، المجتمع ما له علاقة بالدين، الدين لا يخلق مجتمعات، يخلق جماعات دائما. فالقصد أنه هذا الدين هو هذا اللي يسويه. فأنت عندما أنا أجي أطبق عليه معايير، هو بالضبط مثل واحد يقول لك أنت تجي وحدة محجبة، كان والله أنا ألبس حجاب حريتي. يعني شنو حريتك انت؟ شنو حريتك؟ وكلمة حرية يعني مثل واحد يجيب يركب دبابة على حصان يعني، او ما ترام على سيف، فما ممكن يعني. هو ليش ما ممكن؟ هو هذا اللي صاير بأوروبا وممكن والناس عايشة. لا ما ممكن، لان الدين صار جزء من الحياة في أوروبا وفي الدول بعد التنوير وبعد العلمانية، اصبح الدين جزء من الحياة و يعني قطعه يعني قطعه واطرافه الخشنه او هذا اللي احنا نقول سواء للاسلام او لغيره، انه الدين ماتك اذا لم تستطع ان تتطور بحيث تتوافق مع حقوق الانسان والقانون المدني والديمقراطيه، الدين تبعك يا اما سيصل الى حاله الصدام وتنقلب على عين وراس. انا متفق وياك، لكن المشكله بالاسلام اعقد من المسيحية. المسيحية كان هناك نصوص بها أمثلة للمسيح وكذا وأشياء ممكن يعني كلام لغوي جميل وممكن يتحمل أشياء لطيفة، لكن الإسلام دين ودولة من اللحظة الأولى. يعني هي هذه المصيبة. الإصلاح المسيحي عندما أجى لوثر قال ماكو كنيسة، ماكو مشكلة، رجعوا للإنجيل ترجمة حوالي، كان خاص باللاتينية فقط واليونانية، وترجمة للغات الأوروبية الألمانية خاصة بالبداية، أصبح مشاع والناس قرأت ما وجدت هاي لا سكوك وفران ولا كل هالقصص ولا أقانيم الثلاثة ولا الجسد والروح والروح القدس، ما لقوها. فرجعوا صارت بروتستانتية، قاموا لترلي يعني صار حروفيا يتابعون الإنجيل حروفيا وانتهت المشكلة. لكن عندما نرجع للإسلام ونطبق حرفياً كما على طريقة الحنابلة وابن تيمية هو ما في إسلام عشان تطبقه، وهذا هو جوب الخلاف. أنا أتحدث عن النصوص التأسيسية. وليش أنا أطبق هذه النصوص التأسيسية إذا أنا عندي تأويل آخر؟ هو الدين إذا ما أطبقها على وين تروح بعد؟ ما عادي جداً، أصير مثل ماليزيا، أصير مثل قاديانية، أصير مثل الصوفية، أصير مثل أي جماعة على رؤية صاحبنا قاسم فيصل قاسم يقول شو الشنكليشي الحنكليشي، وأسمي نفسي إسلام وأسمي نفسي مسلم. صحيح أنه هذا الكلام قد يبدو خيالي، ولكن هذا واقع، هذا هو الواقع. في ناس تعمل هذا الشيء مو جديدة، صارت هي. يعني الصوفية حتى قبل 70-80 سنة بالمنطقة العربية كانت الصوفية هي المهيمنة. إيه، وكانت الصوفية يعني وعادي جدا. وهذا الحركات الثانية اللي صارت تتغذى، وهذا الذي ذكرته حضرتك، عصر النهضة وكان الإسلاميين يسمونه الصحوة، ولما بدأت في مرحلة الستينات من بعد الخمسينات، يعني وكانت المرحلة الأولى في مرحلة حسن البنا، هذه ما تعتبر لا نهضة ولا صحوة، ولكن الانطلاقة الحقيقية صارت من بعد الستينات، ولما اصطدموا بجمال عبد الناصر وبعدين اصطدموا بالسادات وكذا. هذه انت عندك نصوص تغذي
الآن هذا التيارات اليمينية الأوروبية نفس الكلام، عندها نصوص تغذي، عندها إرث تغذي، سواء كانت النازية أو العنصرية أو حتى التيارات اليسارية، أنت عندك نصوص تغذي العنف. أنت إذا كان لديك درجة من الوعي، أنت ما راح تلتزم بنصوص العنف، أنت راح تؤولها، تقلمها، تقص ريشها، تضفرها، تضبطها بحيث توافق الحياة الحديثة، وتصبح هذه المحجبة. أنت مات الآن لما تأتي وتقول أنا محجبة وأنا حرة، أنا أطلع سرتي، أطلع ذراعي، أطلع عيني، أطلع صدري، ألبس ضيق، ألبس شفاف، ألبس أطلع شعري، أنا حرة، أنا يعجبني هذا الحجاب، ممتاز جدا، بما أنك ما تعتدي على حدا وأنت هذا هو عندك الإسلام، ممتاز جدا، استمر بهذا الإسلام. في واحدة ثانية تأتي وتقول أنا ألبس الخمار وكذا، وأنا ألبس النقاب، وأنا ألبس كذا، قالوا لا، هذا الموضوع إحنا ثبت عندنا أنه هذا يعتبر من معالم التدين التطرف الذي ينفي حقوق الآخر وكذا، قال إحنا ما نسمح. قال طب أنا ألبس حجاب عادي، قال ألبس حجاب عادي، تغطي رأسه، تغطي شعره، كذا، 1 2 3. هذه أوروبا طبقت هذا القانون وعاشت، والناس مسلمين عايشين في أوروبا، وهذا الإسلام الذي يطبق في أوروبا هو شبيه لو يطبق في ماليزيا، يطبق في سنغافورة، يطبق في عند المسلمين في اليابان، يطبق عند المسلمين في أماكن ثانية يعني. أوكي مثال، هل تعتقد هذا يمثل الإسلام كما يقال؟ أنا ما عندي إسلام حقيقي عشان أي حدا يمثله، لأنه يوم ما أعرف أنا الإسلام الحقيقي راح أنصب راية وأقول هذا هو الإسلام الذي يقول بخلاف هذا ما يعتبر مسلم، سواء أنا آمنت به أو لم أؤمن به. ولكن إيش هو الإسلام الحقيقي؟ وما في إلا ترجمة كل واحد على شكله. عشان هكذا أنا أؤمن يقينا بأنه ما في إسلام أصلا. الإسلام يعني هو الإسلام هو شنو؟ الإسلام مثل ما قلت في البداية مرحلة تطور في حركة الأديان ككل. لما النبي محمد إجا، يعني وأنت تظن هذا، تظن أن الله أرسل ملائكة إلى النبي محمد في غار حراء وقال له روح بلغ هذه الأمور بهذه الطريقة، كان ينتظر 1400 سنة يعمل هذا الكلام في محفل رسمي في تلفزيون في بث مباشر، الناس كلها تؤمن. مو منطق. وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ المشكلة في وعينا احنا. المشكلة الوعي الإنساني هو في حالة تطور مستمر. منو يصنع الوعي؟ خليني أسألك، أنا جاي وياك، يا ريت كلامك صح. منو يصنع هذا الوعي؟ منو مسيطر على صناعة عملية صناعة الوعي؟ ليس شخص أو عامل واحد، لا يخفى عليك أستاذنا، العوامل كثيرة في صناعة الوعي. احنا يمكن أخذنا يعني آلاف أو مئات الآلاف السنين عشان نعرف نعيش، نطلع من برا دائرة الكهوف والحياة على الأشجار لكي نستطيع نعيش في تجمعات إحنا نحمي أنفسنا، مش الطبيعة تحمينا. الوعي ما تنصنع بعامل واحد، ولكن هي فكرة تراكمية. الآن التلاقح الفكري اللي دائما أنا أتكلم عنه اللي بيصير الآن بين الناس، مثل هذه الحوارات الجميلة مع أستاذ جميل يعني مثقف و متواضع مثلك، ويخلي واحد مثلي مثلا يتكلم براحته يعني. هذا انا شاكر وممتن لي من مثل هذا. ومثل هذه الحوارات اللي نتلاقح فكريا مع بعض، نتطور مع بعض، وفي غيرنا آلاف من الشباب من الناس بدرجات ثقافية متفاوتة. هذا الكلام انا ما استطيع ان اقول أنا أخلق الوعي عند هذا، لأنه الوعي لما مثلاً تكون لهاي الدرجة اللي عندي، مثلاً لو إحنا قلنا أن الوعي مثلاً ما أدري كم ألف درجة، أنا الآن مثلاً في الدرجة العاشرة أو الخامسة ما أدري يعني مثلاً، ها لما تكون هاي النسبة من الوعي لدي أنا كمحمد، هذا الوعي تكون خلال عشرات السنين من القراءة، من البحث، من المطالعة، من النقاش، من التطرف، من التساهل، من التواضع، من التشدد، من العبادات، من التشنج، من الخلافات، من هو هكذا. والأحداث الأساسية يعني الآن لا يخفى عليك مالك، هذا ابن خلدون ذكر هذه القصة، قال لما أحيانا تشرح شيء لشخص هو ما رأى غيره يكون صعب عليه أن يستوعب، مثل هذا الذي كان مسجون مع أبوه في السجن، قال لك هذا كان يعني هو طفل مسجون مع أبوه في السجن. في السجن شو بيشوفون؟ بس فئران تجي وجرذان وهكذا. لما أبوه صار يكلم عن الخرفان وعن هذه الأمور، قال هل هي مثل الفئران؟ وهذا هو نهاية
التصوت أنا هذا. متفق وياك، لكن المشكلة وين؟ أنت يعني تحدث على صعيد الفقه، وأنا على عين ورأس هذا الكلام، لكن أنا أتحدث إنه أنا إذا أشوف سبب العنف، إنه إحنا من اللحظة الأولى من يوم البعثة لحد هذا اليوم إحنا نمر في حالة عنف كمجتمعات، تشكلت مجتمعات وجماعات وأحزاب وفرق وميليشيات وقبل حركات انفصال، يعني سمي تسمية خوارج وفرق دينية مختلفة. هذا من أين أتى؟ ما هو مصدر هذا العنف؟ شنو سبب هذا العنف؟ السبب الأساسي هو أنه الكل يعتقد بأنه يمتلك الحقيقة، هذا السبب. يعني وهنا لابد أن نكون واقعيين. يعني أنا أوكي، أنا عندي رأي الآن وأنا مثلك هم قاعد بأوروبا، ويعني أوكي يعني، بس أنا ما أقدر أطبق أجيب أدوات أو تولز أطبقها على واقع إسلامي. أنا حتى هاي الأدوات ما أقدر أطبقها على أولادي مثلاً، يعني هم أعاني من هاي المشكلة، يعني كل إحنا، يعني لأنه هو يعتبر نفسه منتسب إلى 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 جماعة أو مجموعة أو إلى كنيس أو كنيسة بالمعنى الإسلامي، إلى جماعة، إلى ملة سميها ملة. فهذا ما يريد يبحث عن هويته، كيسوي له هذا يعني؟ فهو زين عندما تحدث له هو يعتقد بأنه يمتلك الحقيقة، أنه هو هاي خلاص الحقيقة كذا، بغض النظر احنا أثبتنا بأنه هذا الوهم، هذا الاعتقاد هو وهم، بس عندما تيجي تفحص كلمة الاعتقاد نفسه هو أصلا وهم، يعني هي وهم بطن وهم يعني. فأنت الإنسان يبدو بالنتيجة هو بحاجة إلى أن يتوهم، بحاجة أن يمارس الوهم ويعتقد بالوهم ويشتغل على أساس الوهم. هذا أنا سميتها عندي فرضية تثبيت اللي أناظر بها فكرة المقدس، يعني الإنسان يشعر بأكو شيء لابد أن يعدي أو لابد أن يخفى. هاي نظرية علمية يعني، هو له، ما أستطيع أقول نظرية علمية، ولكن أستطيع أن أقول أنه له وجه علمي. لماذا؟ لأن إحنا بحاجة إلى أن نشوف أنه شخص يعرف أكثر مننا يقودنا لكي نعيش، لهذا اللي تعلمناه من آبائنا لما كنا صغار، ما كنا نستطيع نعيش لحالنا، فكان ضروري أن تنولد عندنا هذه الطريقة في مشاعرنا وفي غرائزنا. الإنسان يعني على الصراحة، الإنسان هو مخير أو مسير؟ لا، الإنسان عنده إرادة أو لا؟ بالحقيقة الإنسان صعب هذا السؤال، نحن نعمل حلقة ثانية بهذا، نعمل حلقة ثانية هذا ما يغطى هيك. يعني فأنا أحلى اللي صار شنو، أنا أقول انه كما يقول نيتشه مثلا، نيتشه باوروبا، يعني احنا باوروبا الان، نيتشه كان يقول موت الله، مات الله، يعني من عندما نزل من الجبل وشاف هذا الرجل قال له الله كذا وكذا، قال هذا شو اقول له، يعني هذا شو راح تشوفه، هذا اقول له ما راح اقول له مات الله وما في داعي تعب نفسك، الله مات. فيبدو احنا اللي صار عندنا كمجتمعات عربيه انه مو الله مات، الانسان مات، يعني بلحظة يوم السقيفة إلى هذا اليوم الإنسان هو الذي يقتل ويموت يوميا. الآن احنا والجريمة الأكبر حتى الله نفسه مات، يعني لا عندنا الله ولا عندنا إنسان، اثنين يعني هاي مصيبة مجتمعاتنا. فأنا عندما أتحدث أشوف المشهد بأكمله، يعني بالتأكيد أنا مثلك، يعني أنا أقول إنه الإنسان هو مقدس، و يعني الوعي هو الأولوية والمسألة تعتمد على الوعي، لكن أنا أتحدث عن مؤسسات مسيطرة ومهيمنة على الواقع العربي، مو مؤسسات رهيبة، مو مؤسسات عادية، يعني مو كلام عادي، ممكن تفعل أي شيء. تخيل إنه طلعوا الثوار شباب بالعراق قتلوهم بالشارع، قنص كما يقنصون الطيور، يعني تخيل، وعلى والعالم صامت. تخيل يعني شباب صغار، يعني كل واحد عمره 15 وبالفيديو مصور، يعني كلها مصورة. فمن يفعل هذا؟ هؤلاء الذين يعتقدون بأنهم يمتلكون الحقيقة، هم ذولا هؤلاء. ومن هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين وعيهم في هذا المستوى، لا لا، ومصالحهم وأخلاقهم في بهذا المستوى. وناس تشتغل هي حتى مصانع للحقيقة، الجوامع والحسينيات وجوامع السنة والشيعة، كل جوامع الدينية على اختلاف مذاهبهم، هاي وظيفتها أن
تصنع وعي. يعني الوعي من يجبنا احنا يعني، وهذا الوعي هو شنو مشكلة اذا ما هي تحتاج الى ان تصنع شغلة عكسها. منو انت؟ شلون؟ مو انت كشخص يعني، الطرف التنويري يحتاج انه يعمل يا اما يوصل للحكم ويقلم هذه الامور ويهذب النشاطات الدينيه بحيث انها ما يجوز لها انها مثل ما اوروبا اي شخص يجي يعمل خطاب معادي لحقوق الانسان. هو هذا اللي انا اقصده، انه احنا أكيد. نفكك ونحلل الواقع بحيث انه اللي يسمعنا الان او مستقبلا راح يفهم بانه اكو امور كانت تبدو بانه مثلا مثل ما توضحت انه الاسلام تعريفه غامض ولا يوجد تعريف للاسلام. صحيح. فبالتالي تعريف الكفر غامض. يعني هي نفس الشيء، يعني ما دام الاسلام غامض اذا الكفر ايضا ما من حقك الكافر، لان انت الدين اللي انت تعتمد عليه اصلا غامض، فانت كيف تحدد الكفر؟ صحيح. كيف تعرف بانني كافر مثلا؟ فبالتالي هذه اشياء ما حد يعرفها، فعندما نوضحها راح تتضح الامور، وراح نكس يعني شلون راح نسرق شيء من سلطه هذه المؤسسات القمعيه اللي هي تحاول ان توهم الناس بانها يعني تمتلك الحقيقه وهي اللي تقدم لهم. اي هي هنا القضيه، بس والانسان العادي له نفس الحق ونفس القدره على انه يفسر اي نص موجود بهاي اللي يسمى القران او الحديث او اي نص ديني ثاني بالطريقه التي تناسبه طالما انه ما يخالف قوانين حقوق الانسان والحياه الديمقراطيه والقانون المدني وكل هذا الكلام. وهذا هو هذا هو بالضبط يعني ما تقول، انا معك في 100%، بل هذا هو اللي يعني انا اقوله دائما انه المشكله انت ما عندك وعي. يعني العفو يعني الإنسان أصحابنا جماعتنا ربعنا شعوبنا بحاجة إلى زيادة هذه الكلمة، هذه الآفة يمكن من آفتنا احنا وتواجدنا في بلد مثل العراق. مشكلة العراق الآن صعوبة صناعة الوعي فيه تلاقي تحديات أكبر من البلدان الثانية. لماذا؟ ليس لأنه شعب متدين أو شعب مسلم أو شعب لا، ولكن لأن هناك صراعات طائفية، صراعات عرقية، تشنجات، سكبت دماء سفكت دماء يعني لعشرات الآلاف ومئات الآلاف إن لم يصل إلى شرد الناس من الأطراف جميعا، من الكل ظلم، الكل قمع. فلما تتغلب هذه المشاعر الحقد والكراهية والانتقام، وهذا عامل مهم جدا، وأنت مهدد بهويتك الطائفية أو مهدد بهويتك القومية، فأنت ماذا ستفعل؟ أنت ستستخدم آلية الدفاع الغريزي التي لديك مثل غيرك مثلك مثل غيرك من الكائنات الحية، فراح تصد وتتمسك بالهوية سواء كانت الطائفية أو العرقية أو أي حاجة حتى القبلية. وهذا هو اللي بيصير، عشان هيك في صعوبة بهذا المشهد، وهذا لما يعني صعب انا اتفهم معك، ولكن انا دائما اقول انه هذا اللي يصير. يعني الاسلام وغير الاسلام بريء من هذا، الذي يعمل هذا الشيء هو هذه المؤسسات، عندها نصوص، الوعي في انحدار مستمر، في عوامل تساعد على التشاحن، على التضارب، على القتل، على الانتقام، على انت تقتل احيانا ليس بهدف أن حدا يهجم عليك مثل هذول الشباب الذي تحدثت عنه، وإنما تقتل ربما لأنك تأخذ $500 بالشهر، أو تقتل أحيانا بسبب أنك تخشى أن هذه الفئة تكبر وتعمل بك ما عمل بأجدادك أو بأسلافك أو بأبناء عمومتك في القرية أو في المدينة أو في المنطقة الفلانية، وترجع للنفس حقبة الخوف مثل ما يفعل الكثير من الإسرائيليين الآن في فلسطين. يعني إسرائيل بغض النظر عن التيارات الدينية واليمينية وكل هذا الكلام، ولكن المجتمع الدولي وكل هذا الكلام هم ما بدوا منه جماعة ثانية تجي وتأتي وتستأصل هذه القومية من هذه البلدان وتعاد الكرة مرة ثانية. فلذلك هم دائما يعيشون في هذا الخوف من انتقام العدو بين قوسين
منهم. وإحنا في العراق كلنا أصبحنا أعداء بعض، الكردي عدو أصبح عدو للتركماني وللعربي، السني أصبح عدو للشيعي وللمسيحي، والشيعي أصبح عدو للكذا، وحتى التيارات ما بيناتها صار السني التركماني عدو للسني عدو للتركماني الشيعي، وهكذا صار عندنا يعني مشاحنات ضد بعض. وفي جهات تمول وفي جهات تغذي، وفي عندك مناخ يساعد على تعبئة هذا الجو مع الأسف الشديد. وإذا ما كان هناك وعي مع الأسف الشديد، وحتى لو كان في وعي، أنا أقول هذا الكلام دائما، الوعي إذا ما وصل لدرجة نصاب يكون عندك قوة فيها وقدرة على الأرض في الواقع على التغيير، أنت تستمر في دائرة مفرغة، راح تخرج للشارع بصدور عارية، وراح تقتل، وراح ناس يعملون عليك يعني شعارات، والعملية تستمر. هذا لا يعني أنا وياك، أنا بس المشكلة نعم. أنا الاختلاف في خلافي وياك وين منطقة نعم. أساسية، أنت تتحدث عن جزئيات عن عن مفاهيم، أنا أتحدث عن فضاء، هذا الفضاء اسمه دين، أنت تتحدث لي عن إنسان، عن قدسية هذا الإنسان، عن وعي، عن عن صراعات، لكن أنا أتحدث عن فضاء، الفضاء الذي يتنفسه الجميع في بلدان، هو فضاء ديني، هذا الفضاء هو الذي يحرك ويغذي ويعني يعني يقدر ينشئ كل المظاهر، أو يكون هو الدافع لنشوف كل شيء. يعني تجد الدين في كل جانب من جوانب حياتنا، يعني تجده موجود بالسياسة، تجده موجود بالشارع، تجده بالعمل، تجده حتى بالسلام عليكم بيناتنا، حتى بالتحيات اليوم باللغة، تجده بالعلاقات الجنسية، بالعلاقات الأكل والشرب، تجده في كل مكان. إذن هو فضاء، أنا أتحدث هنالك فضاء مختلف، الفضاء الذي تتحدث به اسمه فضاء الحداثة. عندما تحدثني عن إنسان أنا أقول لك إذن أنت تحدثني الآن عن فضاء مختلف. فإحنا مصيبتنا وين؟ أنه حتى يعني ليش أنا أهدف إلى الحوار وياك، حتى إحنا نفك نقاط الاشتباك بين الفضائين، حتى نعرف هذا شيء ينتسب إلى الفضاء، فضاء الحداثة، فضاء العالم المعاصر، وهذا ينتسب إلى فضاء مختلف، فضاء الدين، بغض النظر عن كونه قديم وحديث، هذا فضاء مختلف تماما. فأنا ما ممكن أجي أجيب الوعي، الوعي بالنسبة لكلمة وعي بالنسبة للدين ما حد يفكر بها. شنو وعي يقول لك أنا؟ رجل الدين شنو وعي يقول لك أنا؟ شنو حرية؟ شنو إنسان؟ أكو عبد، أكو مؤمن، أكو مطيع. أنت ما تستطيع تصنع الوعي وتعطيه مهمة صناعة الوعي لمن يهدم الوعي. لا الوعي بالنسبة للدين، فضاء في فضاء الدين، الفضاء الدين، لا الوعي لا يصنع الدين، الدين هو يصنع الوعي. فضاء الحداثة بالعكس، بالفضاء الحداثة لأنه هو قضية حتى اقتصادية، الحداثة كان محتاج شخص، ما احتاج قطيع، ما احتاج اشخاص وافراد متماثلين، انا احتاج افراد متميزين مستقلين لهم كل واحد له خصوصيته، لان انا هذا عمله راح يصب في الصالح العام، تميزه وعبقريته واستقلاليته راح يصب في الصالح العام بسبب تغير الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه ولها علاقه يعني بالعلم وتطوراته والتقنيات الحديثه. فأنا أقول لك أنا رئيس مالي هو الفردية، أن يكون تكون فرد مستقل ولديك خصوصيتك ولديك تميزك، يعني يونيك، يعني حالة خاصة. بس بالدين الفضاء الدين لايق لك، أنا مالي، أنا للطاعة، الطاعة والامتثال. هو الإسلام شنو الإسلام؟ يعني ما معنى كده، هو حتى صراحته الإسلام هو الطاعة والانقياد، هو هذا، أن تسلم نفسك إلى الله. فأنا أقول أيضا حتى عندما بعض يقولون أنه أسلم تسلم، أنه المسلمين راحوا إلى بلدان العالم واحتلوا العراق والشام وفارس ودخلوا مصر والمغرب، دول المغرب واحتلوها وقاوموا الأمازيغ وكذا،
وتحت شعار أسلم تسلم. لا أنا أقول لا أسلم تسلم مو للغرباء والآخرين، حتى المسلم نفسه، المسلم نفسه إذا ما يسلم تسلم هو هذا. هذا هو الممارس أو هذا هو السلوك الذي تكرر خلال 400 سنة. إيه يعني الآن لحد هذه اللحظة أسلم تسلم مو للناس غير مسلمين، لا للجميع، للجميع قاطبة. المسلم الذي لا يسلم نفسه ليس بمسلم. يعني بصراحة خلينا نحكي الصراحة، ليش نخفي الأمور؟ يعني أسلم تسلم هو هذا، أنه لا يعني قاطبة كل البشر. لماذا؟ لأن البشر كلهم عبيد لهذا الإله، أي عبيد لقائد القطيع. يعني وشنو الله؟ هي كلمة يعني هو شنو؟ يعني الله هنالك ومثل الله. يعني هو ليش يقول لك أنا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لأنه قلنا لكم مربوطة. إجوا بعد ذلك قالوا أولي الأمر منكم، وقالوا أن يعني الراسخون في العلم، فصارت ربطت فاستجابت لكل مصالح حكام والدول. إذن قضية لعبة كبيرة. فأنا عندما أجي أتحدث عن الوعي فكيف أدخل الوعي؟ يعني أنت الآن أنا على عين ورأس كلامك، لكن كيف ممكن أخلي الوعي جزء من حياتنا اليومية؟ كيف أخلي هاي فكرة الوعي، فكرة أنه حق الإنساني وقدسية الحق الإنساني وحرياته، كيف أجعلها جزء رئيسي من ما يعني شخصية المسلم؟ طبعا ما كلمة شخصية، حتى كلمة شخصية هم بها مشكلة. كلمة شخصية وفردية، الفرد الصمد وماكو فرد، فرد مسلم ماكو. يعني هاي قضية، حتى صديق مسلم ماكو. يعني هاي قضية أخرى كبيرة. يعني مهم، يعني هذا القصد، كيف ممكن نسوي هذا الشيء؟ ولكن كيف استطاع هذول الشباب وفي شبابات وفي ناس مسلمين يخرجوا يطالبوا بالحرية والكرامة والمفاهيم التنويرية وحقوق الإنسان وكل هذا الكلام في بلد مثل العراق؟ كيف صنع هذا الوعي؟ هو الوعي عندهم ما كان، ما يدروش الموضوع. هم طلعوا بس خلا كان ما عندي أكل ولا شرب ولا عندي عمل ولا عندي سكن وما عندي مستقبل، طلع يطالب أشياء أساسية، لكن التفوا عليهم وانتهى الموضوع. ولكن هم كتبوا في شعاراتهم، كتبوا انه كل مفاهيم حديثه لا علاقه بالحداثه، مثل المواطنه والوطنيه ونبذ الطائفيه ونبذ الميليشيات ونبذ السلطه الدينيه وكل هذا الكلام. انا وياك انه العالم الحديث، انا اقول لك لهذا ما هو مستقبل الاسلام. يعني تحدثتنا عن الاسلام من منظور الماضي او منظور الحادث او الذي وقع فعلا. يعني هو الواقع ما وقع فعلا، بس عندما ننظر الاسلام ما هو، هل هناك مستقبل الاسلام؟ ولا ما له اي مستقبل على الاطلاق. الاسلام شبه في حاله انهيار تامه. يعني الاسلام الموروث اقصد، او الاسلام الذي هذا الذي عرفناه لحد الان، هذا راح يتغير. وما راح يتغير، شيء يتغير؟ شيء يصير؟ يعني يرجع مثلا سورة التوبة تلغيها؟ تقدر؟ ما تقول هذا خاص بهذاك الوقت. أو راح نرجع لنفس النقطة، راح مثل ما يقول في ناس الآن، راح يقول لك لا هذا كان خاص بهذاك الوقت، احنا كنا فاهمين الموضوع غلط. لا ما تخلص هاي الشغلة، لا ما تخلص. وش تسوي بي؟ الآن امسك أي مسلم بأوروبا أستاذنا، وهذا كلام خذها من واحد متمرس في هذا المجال. أمسك الناس اللي بتشوفهم أنهم ينبذون العنف من المسلمين، قل طيب الآن جيب لهم صورة التوبة وجيب لهم صورة محمد وجيب لهم صورة الأنفال وأجزاء من البقرة وآل عمران وهذه صورة النساء اللي فيها آيات القتال والجهاد وإذا انسلخ الأشهر الحرم وكل هذا الكلام جميل. وقل طيب إحنا هل يجوز هذا الكلام؟ كيف هل المفروض نقتل المشركين وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ قل له إيش هذا الكلام؟ شو راح يجاوبك؟ راح يجاوبك بالضبط أغلبهم على الأقل، يجاوبك بالضبط هذا الذي أنا أقول لك الآن، يقول هذا كان بهذاك الزمن الآن مو هيك. لا هذا كلام، وهم هنا المشكلة. شوف أكو هم، نرجع لنفس المشكلة. لأنه ما يقدر يقول لك أنا ضد، يعني لابد يعطيك صورة
صورة أنه إنسان متفهم وعنده وعي مختلف، لكن بالحقيقة إحنا ناس كل إحنا جزء من قطيع أو جماعة سميها، ما عرفنا من كلمة قطيع. فإحنا صحيح عنده في حسب الظرف الدين يسمح لك أن تتلون وتتشكل بأشكال مختلفة، وهي أنا أيضا من تجربتي أباوة كثيرا عندما تضعها على المحك يختلف، يرجع إلى قانون إلى نداء القطيع. دائما تلقاه يهتف خلف قائد القطيع، ما يقدر ما يتغير، يقول اوكي بس اني ارجع الى يعني مهما كان ما افكر اتبع القطيع. انا وياك اتحدث كلام عام وعلى الفيديو واصير انسان لطيف وحبوب وكيوت يعني، بس بالحقيقه لا والله يعني خلينا صريحين، ليش كذب على روحنا؟ يعني هو صحيح انه مثل ما يوجد هذا النموذج يوجد النموذج الثاني اللي هو بس الغالبيه هؤلاء يتحدثون عن انه انا البس حجاب حريتي، تلقاه باللحظه اللي يشوف انه بنته شالت الحجاب يقلب الدنيا. صح لو غلطان يعني؟ ايه بس هذا مش انت تعرف انه هذا الموضوع اللي يسموه هذا قضايا الشرف، هذا مش مرتبط. الإنسان قد يكون هو أصلاً مثلاً يشرب كحوليات، يكون حتى يكون محشش أو كذا، ولكن ما يرضى سلوكيات معينة على زوجته على بنته على أخته، مش لأنه مرتبط دينياً، ولكن هو جاي من بيئة تقليدية عشائرية بهذه الطريقة. هو شنو البيئة؟ هو بين الصلاح البيئة غير هو الدين، لا لا. يعني هو الجزء الأكبر. أنا ليش أقول لك؟ أقول لك إحنا كلنا نتاج فضاء ديني، وهذا السبب اللي يخلي أن عندما تسقط السلطات الحاكمة سقط صدام وسقط كثيرين من قادة دول المجرمين قتله، لكن بقت الحاكمة ليش؟ لأنه كلهم نتاج فضاء ديني، نتاج يعني يتنفسون هواء ديني، اللغة دينية. يعني أنا ذاك اليوم التقيت بشخص سوري هنا، مجموعة من السوريين تقريبا 10 يا أخي، يعني شيء عجيب والله. يعني هم ناس لطفاء وجميلين وكلش حبابين، لكن أباوع أنه كلامهم 70% من عنده الكلام، يعني كلامهم بيناتهم يحكون عن وين رحت وين اجيت شو اشتريت شو اشتغلت اليوم وين، يعني هذا الكلام مو كلام عادي ماكو أي شيء. لكن عندما تتأمل باللغة اللي يستخدموها أباوعت تقريبا يعني ما لا يقل عن 40% من كلماتهم كلمات دينية. الله يعطيك يعني كلمات ما أنا ما حافظها ما أعرف لها، يعني الله يكرم الله كذا، الله الله موجود بكل جملة، يعني كل ثلاث كلمات تلقى الله موجود، كل أربع كلمات تلقى محمد موجود. مثل ما إحنا نتكلم الآن مثلا أنا وأنت، إذا تسألني أقول الحمد لله الأمور جيدة على الله كذا، ولكن هذا لا يعني انه الانسان ملتزم بهذا الكلام. هذا المو المعنى المعاني انه انا حتى بس اثبت لك بانه نعيش في فضاء ديني، هذا الفكره. ولكن هذا الكلام موجود حتى باوروبا، ما يعني شيء لما واحد يجي يقول لك هل رجود هل مثلا يقول لك ماي جاد ماي جيسس او جيسس مثلا، الدلاله والمدلول تختلف، يعني القول يختلف، يعني أدل حولت حتى نكتة مرات، يعني حتى مثلا بالأمريكي يقول ماي جاش ما يقول ماي جاد، يعني مثلا ماي جاش يعني حتى يغيرها. ومثلا تلقى اليهودي ما يقول لك يهوى يقول لك هاشم، يعني مثلا تغييرات، بس هي بالنتيجة ولا يعني بأنه لأنه موجودة اللغة الدينية، ما زال الإنسان هو ما زال لم تجد بدائل. اي ما زال، بس احنا فضاء الدين عندنا يعني قاطع وجازم وهو مهم على كل شيء، لكن الفضاء الديني المنحصر في دول يعني متقدمة الآن، يعني اللي عبرت جانب الحداثة اللي وصلت. يعني أنا اللي تقسمه، يعني أنا ليش أقول لك عندي في محاضرتي قلت إنه أكو هناك مجتمع ديني، إنه هناك فرق بين شيئين، انه دوركايم يقول الدين ظاهره اجتماعيه مثلا، وهو اسس علم الاجتماع على هذا الاساس، بس هو اسسه وين؟ اسسه في مجتمع غربي طلع من جو الحداثه، واعتبر انسان هو مركز، انتقلت المركزيه من المركزيه الالهيه الى المركزيه الانسان، فبالتالي تشكلت مجتمع وتشكل تنوع وتشكل
وجد الآن بدأ وجود يعني ظهر الفرد الإنساني المختلف المستقل اليونيك يعني البيرسون. فالآن انتفى دور الله من الحياة يعني أو أصبح جزء بسيط يعني عند مجموعة من الناس، أصبح هو ثانوي. الأولوية للإنسان والفضاء الإنسان وفضاء الحداثة والعلمانية اللي أنتجتها بعد ذلك يعني والديمقراطية، هذه كلها منتجات خاصة به. فإذا نقدر نقول أكو مجتمع لأن أكو تنوع، يعني أنت ما تروح ستة عايش بجو غربي تلقى تنوع عجيب. يعني صارت عندي اختلاط مع ناس، ما كل شخص هنا بأوروبا هو يونيك، حالة خاصة ما يشبه ما ليش؟ لأنه الفضاء يسمح له. بينما أنت تروح المجتمعاتنا، أنا إيش سميتها؟ قلت إنه إحنا ما زلنا في طور ما قبل المجتمع، أي معنى آخر إنه إحنا الجماعة ظاهرة دينية أو شلون هي يعني الجماعة ظاهرة وليس المجتمع ظاهرة دينية. إحنا ما زلنا في فضاء الدين، وهذا سبب مشاكلنا كلها بالمناسبة. أنا ليش أريد أوصل هاي الفكرة؟ بأنه إحنا نرى الأشياء بطريقة غير صحيحة. حتى نفهم ما يجري علينا أن نرى بطريقة صحيحة، أن ننطلق بطريقة صحيحة. أنا ليش أقول هذا الشيء؟ يعني مو لعبة يعني بس أقلبها ويعني مسوي لي فتقضي على لا، الفكرة أنه هاي تحللنا كثير من المشاكل. وإلك الكلام بعد تعبت. لا 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 والله كلام جميل جدا، وأنا وافقك جدا أنه نعم صحيح. إذا الواحد يفكر فيها عن قرب أنه بالفعل هناك تنوع في ألوان المجتمع هنا في الغرب، وكلام يعني وكل واحد وكل فئة وكل شريحة متلون المجتمع، يعني فيها ألوان الطيف كله يعني. ونعم هذا أنه هذا النتاج الدين ما يسمح لك بهذا الكلام ربما، إذا احنا يعني تنزلا أن أقول أن الدين هو له تفسير، ولكن إذا كانت هناك كان هناك مفهوم معين للدين وهيمن على شريحة بشرية، هذه الشريحة وهذه الجماعة وهذا القطيع وهذا المجتمع افتراضا، هذا ما يسمح لك بهذا التلون وبهذه التعددية. لأن التعددية الأديان بشكل عام عندها الصعوبة بتقبلها إلا في الأديان التي كانت تسمح بتعدد الآلهة مثل الأديان الهندية، لأنه يعني كثير من الناس يظن أن الهندوسية هو دين. الهندوسية مش دين، الهندوسية هي عبارة عن مجموعة الأديان اللي كانت موجودة بالهند فأطلق عليها الهندوسية. يعني لأن المسيحيين ما كانوا يفهمون أنه أنت كيف هذا، لأنه لما المسيحيين جاءوا لعند الهنود قالوا لهم أنه أنتوا كيف شو تعبدون، قالوا نحن نعبد واحد اثنين ثلاثة، قالوا أنتوا، قالوا إحنا كمان نعبد يهوى والله وابنه وكذا. فقالوا إذا هذا نحطه مع الآلهة تبعنا، قال لا لا هذا هو الإله الوحيد، وما ما عندهم هذه الثقافة ولا المسلمين عندهم هذه الثقافة التعددية. الهنود كانت عندهم هذه الثقافة التعددية. الأديان القديمة في مصر إلى حد لا بأس به، الأديان القديمة في اليونان كانت عندها هذا اللي شو يسموها المرونة في تقبل تعددية الأديان. الأديان الإبراهيمية ما عندها هذه المرونة يعني، والمطبقين لها الذين يطبقون هذه الأديان بالحديد والنار إذا صح التعبير ما عندهم هذه المرونة. وكلامك صحيح، فهذا أنت لا تستطيع تقول أن هذا المجتمع المتعدد المتلون المختلف الشرائح ممكن أن تعيش في كنف أو في هيمنة رجالات هذا الدين أو السلطة من يمثلون هذا الدين يعني بطريقة أو بأخرى، وإنما أنت فقط تستطيع أن تعيش في هذا الموضوع في شروط بحيث ستضطر أنك تدخل هذا الدين عشان تتخلص من يعني تتحرر من هذه القيود والشروط، مثل الجزية ومثل الذل، ومثل ما كان هناك الجزية في عند المسلمين كان هناك يعني محاكم التفتيش، حتى اضطر المسلمون هناك في إسبانيا أن يعيشوا ويتحول إلى موركسيون يعني، بحيث يكون هذا المفهوم الذي يطبق عليهم هذول اللي كانوا يعني يحكمون إسبانيا من بعد المسلمين بعد ما دخلوا بعد ما اختلعوا منها يعني. الفكرة أن نعم صحيح أن إحنا
احنا لازلنا نعيش في هذا الطور، وهذا انا اقول به 100%. وصعوبة انك تصنع وعيا اقول بذلك، هذا الكلام لا غبار عليه استاذ. نعم صعب جدا انك تعمل في ظروف مثل هذه، وربما الموضوع يحتاج الى يعني عقود اخرى، الى نقول قرون، حتى نتحرر من الحالة القمعية ونتعلم ممارسة الحرية ويكون عندنا قدرات او قوة تحمينا اذا تكلمنا، اذا الناس الذين لديهم وعي وفكر وثقافة يستطيعوا يتكلموا، وكذلك يكون قص لأظافر بل مخالب الذين كلما اختلفت معهم احتكموا إلى السلاح واحتكموا إلى الكواتم واحتكموا إلى العبوات واحتكموا إلى المتفجرات أو الاعتقالات، فأنت لا تستطيع أن تعمل في بيئة مثل هذا. هاي مصيبتنا. الذي يحصل هو فقط هي هاي النقطة، أن الآن عملية صناعة الوعي أو صناعة المفاهيم لم تعد خاصة بالمساجد. يعني الآن قديما مثلا أنا أتذكر أن الناس كانت ثقافتها، مش الناس الأكاديمية ولكن الناس العادية الغالبية الساحقة الشرائح الواسعة في المجتمع، كانت تتعلم من وين؟ تتعلم من المساجد وتتعلم من التلفاز، لأنه هذا هو كان مصدر التلقي عندها، ويبقى عندها إرثها العائلي. يعني أنا أبوي على شو يعلمني على المعايير وعمتي وخالي والجيران، هذا الموروث الاجتماعي أو سمي ما شئت. الآن الوضع البيئة، الآن الوضع اختلف. لماذا؟ الآن نحن نرى الشباب الصغار الذين يكبرون في السن لديهم قنوات تواصل، قنوات معلومات، قنوات قدرة على أنهم يصلوا إلى مفاهيم حتى عميقة أحيانا، رغم أنهم يأخذوها بسطحية أو قد يأخذوها بالشعارات، هم ما يعرفون مدلولها العميق لأنه ما دارسينها بطريقة أسهل بكثير. هذا الكلام ما راح يعطي نتيجة خلال سنة أو اثنين أو عشرة، هذا الكلام راح يعطي نتيجة لما الشباب الناس الأجيال تصبح عندها تلقي المعلومة. احنا الآن طبعا احنا نعيش حالة يعني متقدمة جدا جدا في كيفية التعامل مع المعلومات. يعني احنا لحد الآن يا سيدي، يعني لما واحد يجي يقول لك تقول انت منين، يقول والله يا أخي هذا الكلام صحيح، أنا قريته بالفيسبوك، وحتى ما يعرف عملية فلترة المعلومات. هنا مثلا في أوروبا الطفل يتعلم عملية نقد المصادر وهو في الصف الخامس والسادس ابتدائي، عملية نقد المصادر لما يعلموهم في المدارس، وأنا يعني عمل في هذا المجال، يتعلمون كيف أنه يكتب مقالة، يكتب بحث بسيط، يروح يذكر المصادر تبعه وأن أي المصادر تعتبر معتمدة وإيش هي المعايير. احنا لا، احنا الرجال عنده 50 سنة 40 سنة 30 سنة. ليش؟ لانه ما تعلمنا على هذا الكلام. احنا كل حاجة عندنا كتابة عربية معلومات باللغة الطابعة، ها يعني بكتابة شكل الطابعة، فهو عندنا معلومة. فاذا احد قال لنا، دخلنا الفيسبوك وواحد قال 1 2 3 خلاص هذا المعلومة انتشر. وعلى هذا الاساس تلاحظ كثرة المعلومات يعني متعبة جدا. يعني حتى أحيانا الوالدة تسألني يقول والله أنا قريت بالفيسبوك 1 2 3، أنت قريت شيء؟ والله يا أمي أنا ما أقدر أسيطر على اللي ينكتب في الفيسبوك، صعب هذا الكلام. ولكن أنا دارس، أنا أعرف كيف أفلتر المعلومة. هذه الأجيال القصد أنها لما تجي جيلين ثلاثة ثانية لسه، يعني نقول 40 50 سنة، هذه الأجيال راح توصل لدرجة من الحصانة، من القدرة على التحليل. وعلى هذا الرجال اللي موجود في المسجد، صدقني أستاذنا، يعني راح يكون تأثيره يعني جدا ضئيل، يعني تأثيره ما يتجاوز. يعني هذا هو أنا اللي أراهن على هذه. بس الواقع يثبت العكس، يعني صحيح كلامك دقيق، أنا متفق معك تماما. لكن عندما تجي تباوع 30 سنة أخيرة أيضا وسائل التواصل ممتازة، 30 سنة أخيرة ما كان عندنا إنترنت
وين متى صار عندنا انترنت؟ لا حتى هاي داعش شو صار داعش لا؟ ايه ليش؟ ولكن داعش ما صارت داعش هو كانوا ماهرين بالاعلاميين هذا كلام صحيح. انا دارس هذا هذا المجال مثلا التيارات الاصوليه لو احببت في يوم من الايام كيف يعني هاي كل المعلومات انا الان اقول لك هذا كيف. هذا الموضوع اساسه كان بذكاء اسامه بن لادن لما عمل هذه الفكره. اسامه بن لادن شو سوى؟ باختصار شديد جدا وهذا كل اللي المدرسه الجهاديه كلها من الف الى ياء اخذت طريقه اسامه بن لادن. اسامه بن لادن قال انت لا تستطيع ان تدخل في الدهاليز الفقهيه عشان تحشد الناس، هذا كلام فارغ ما تستطيع تعمل هذا الشيء. قال شو تسوي؟ قال تجيب القضايا الرئيسيه اللي يفهمها الرجل البسيط واللي يتاثر به واللي تلامس مشاعره وتجي تشتغل عليه. اشتغل تقريبا 10 سنين على هذا الملف في موضوع بلاد الحرمين والصليبين وكذا. العملية كانت صعبة جدا لسه ما وصل ملامسة مشاعر الناس. لما دخل الأمريكا اجى الزرقاوي. الزرقاوي شنو هو في النهاية؟ واحد أردني. ليش جمع 20,000 واحد وراء نفس العملية؟ مش لأنه الزرقاوي مفوه أو عالم أو شخصية معروفة أو ذبح له واحد، لا أبدا، لأنه الزرقاوي اشتغل على ملف ما حدا غيره يشتغل عليه في مناخ ثوري. هذا المناخ يتطلب مقاومة وتصدي وحماية وحماية هوية. هذا اللي فعل الزرقاوي رغم أن العراق بحياته شوف هذا تاريخ العراق من زمن العباسيين لحد الآن ما كانت فيها حركة واحدة سلفية جهادية أبدا. السعودية كان فيها، مصر كان فيها، سوريا كان فيها كذا، ولكن العراق أبدا. الحركة الوحيدة اليتيمة اللي كانت سلفية جهادية طلعت تقريبا 300-400 واحد كانوا في جبال كردستان، هناك كانوا باسم أنصار الإسلام. هذه الحركة وحتى هذول نصهم عرب يعني ما كانوا أكراد يعني. التاريخ يعني كلام طويل. المهم الفكرة هذا الذي هو الزرقاوي هو المؤسس الأساسي لهذا الذي يسمى الدولة الإسلامية اللي كان في البداية دولة العراق الإسلامي وبعدين تحول إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام اللي الناس اختصرتها بداعش وبعدين تحولت إلى الدولة الإسلامية وصارت تجيها البيعات. ليش؟ ولأنها كانت تعمل نفس الفكرة اللي كان يتكلم فيها أسامة بن لادن. وأنت عندما تأتي ويكون عندك مناخ ثوري وما في حدا غيرك يقاوم باسم قضيتك ويقاتل على قضيتك، أنت تستطيع أن تلامس شعور الناس وأنت وشطارتك في الدائرة الإعلامية. أنا أعطيك مثال ثاني أستاذنا. الآن ليش الناس ما تعمل نفس العملية تروح تنتسب للبغدادي لتنظيم الدولة؟ لا ما يصير هذا الكلام. ليش؟ لأنه قضيته فقد رونقه، ما عاد يستطيع يحشد الناس لأنه جاب سقف هذه القضية. وهذه هي الفكرة، حماس لسه ما جابت سقف قضيتها، يوم ما تجيب سقف قضيتها ما حدا راح ينتمي إليها. نفس العملية. ولكن الخطورة الحقيقية الآن في العراق ليست في أنه يجي ناس ثانين من برا يقاتلون باسم الجماعات الجهادية، الخطورة الحقيقية أنه هذا المجتمع المهمش، المجتمع المنكوب بغض النظر عن الصح من الخطأ والصواب وكذا، هذه شرائح المئات الآلاف من الشرائح السنية اللي هجرت من الموصل ومن أنبار ومن تكريت ومن ديالة ومن غيرها، هذه كلها بذرة. أنت عندما تأتي وتعيش في هذا الواقع أنت تعيش في مناخ مهيأ لأنك تحمل السلاح وتقاتل باسم الدين، مش لأنك فاهم الدين. يعني أنت حقيقة لا يوجد، أنا لأني دارس الدين وفاهم وكنت أقول هذا الكلام، هل تعتقد أنه ولد عمره 17 سنة بحياته قرأ كتاب عشان يروح يفجر نفسه؟ هل هذا الرجال مقتنع بأي حاجة على وجه الأرض له علاقة حتى الفقه لا ويروح يفجر نفسه؟ أبدا. ولكن هذا الإنسان قال له كلمتين وغذي بمشاعر أختك تغتصب، إخوانك، أراضي المسلمين، 1-2-3، والأرض يصدق هذا الكلام، الواقع يصدق هذا الكلام، العملية كلها يقول إيه نعم صحيح، انظر ماذا يحصل، صواريخ، قتل، هدم، كذا، فهو مليء بمشاعر الحقد والكراهية، فراح يقتل وراح يضرب وراح يسوي. وهذا الذي اللي ساعدت الجماعات الجد وإلى نفس التنظيم
لما حاولوا أن يعملوا تنظيمات جهادية في تونس، في المغرب، في مصر، في مصر، هذا كمان مثال جيد. الناس اللي ما تعرف يقول لك داعش في مصر، يا عمي مين داعش؟ أنت مصدق هذا الكلام؟ مصر جماعة من مهربي المخدرات والسلاح والأثاث والممنوعات والآثاث في سيناء من قديم الأزل. هذول اللي ماسكين المنطقة في سيناء، القبائل السيناوية. هذول لما الحكومة إجت دمرت بيوتهم كذا، إجت داعش في نص الموضوع، قال شوف الحكومة الكافرة، شوف هذول حتى ما رضوا بإخوان المسلمين، حتى ما يرضون منكم بكذا. شباب بدوي، شباب هو أصلاً يعيش بالتهريب، يعيش بال، هو أصلاً ماشي معاه مسدس، يعني هو حياته خطر في خطر، هو حياته هو هذا، يعني هو أصلاً هو هذا حياته. هذا المهربين من الأنبار نفس الشيء، نفس الكلام. يعني والآن أنا كنت دائماً أقول للأخوة، يعني أنت هذول الناس اللي يقفزون، كانوا يقفزون قدام صدام حسين بالعقال والغترة والعباية، هذول الآن تحولوا إلى السلفيين؟ أنت مصدق هذا الكلام؟ لا لا أنت بجد مصدق أنه هذول؟ أنا رجعك إلى قضية الفضاء الديني، هو هذا، هاي نتائج الفضاء الديني، يعني هذا منتجات، هذه نتائج المناخ الغير صحي أستاذنا، مش الفضاء الديني. لأنه الفضاء الديني كان موجود في العراق خلال 100 سنة ومن قبلها كذلك. لماذا لم تشكل حركة جهادية؟ لأنه الإخوان المسلمين طعم، صار اتفاقيات سياسية، وكو تحالف سياسي ديني، صار وكو مشاريع استراتيجية تبنتها دول العالم، مشاريع الكرة. ولكن ما هي الأفعال اللي سوتها الإخوان المسلمين؟ خلينا نجي نناقش هذه الكلام، إذا ممكن نعمل حلقة خاصة كذلك. يعني الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين مثلا البنا لين ما مات كان عنده أمل أنه يعمل بيعة خليفة لملك مصر، تصور عقلية الرجال. هو كانت فكرة أنه سقطت الخلافة الإسلامية العثمانية. الآن الناس اللي بعدين إجوا التنظيم السري للإخوان المسلمين وكل هذا الكلام، الإخوان المسلمين كانوا ولا يزالوا من أكثر الجماعات اللي اتصدت للإسلام الراديكالي أو للإسلام الأصولي إذا صح التعبير. ولكن التيارات القمعية في مصر من عبد الناصر إلى سليل الأشراف مولانا عبد الفتاح السيسي طبعا، فعلى قولة أحدهم، يعني أحد النساء اللي قالت هذه الكلمة، قالوا بالضبط وهكذا. من هذا هو ما يقبل بأقل من أنك تنقاد للهيمنة العسكرية. مش لأنه الإخوان عمل تنظيم سري وعمل كل هذا الكلام، نعم كانت في جماعات، ولكن مش الإخوان. مثلا جماعة اللي كانوا يسمون أنفسهم الجماعة المسلمين، اللي إعلاميا اشتهر بجماعة التكفير والهجرة، واللي كان كذلك جماعة الجهاد اللي كان فيها هذا أيمن الظواهري قبل ما تروح، واللي انقسمت على نفسها كذلك، وكذلك الجماعة الإسلامية اللي قتلت أنور السادات اللي كان فيها هذا اسطنبولي. كيف؟ خالد اسطنبولي. لا مو هو وكان خالد اسطنبولي، يعني واحد كذا، ولكن من المؤسسين لها ومن الشخصيات الكبيره كان في واحد كان مسجون بامريكا اسمه عمر عبد الرحمن، ما يخفى عليك. هذا اي هذا كان له علاقه ب 11 ايلول. فنعم، فهو لا هو كان مسجون من قبلها، ولكن هو مال مركز مال نيروبي ودار السلام والتفجيرات القديمه بالتسعينات، يعني هو قبل مال هو ما فالمهم انه هذا كانت ولدت هذا. ولكن الإخوان المسلمين من تقريبا من لما دخلوا السجن من صلوا ماذي 40 50 60 سنة، هم نبذوا العنف وقالوا، حتى يعني كتبوا في أدبياتهم، قالوا نحن دعاة لا قضاء، نحن ما لنا بالكذا، ونلعب معكم لعبة سياسية. يعني هاي كذبة قديمة ترى، أيوة بغض النظر كذبة، هو هذه أدبيات الجماعة. أنا لما أجي أحكم على الجماعة أحكم على أدبياتها. هو ليش هي أديان الإسلام؟ هو على قولتك يعني هو ما بي قيم، يعني فارغ أي قيم ما بي، يعني هو دمر القيم، يكذب نجد وقتل ونفاق لا كيف الإسلام يحرم الكذب؟ كيف ما فيها قيم؟ ما بي قيم، شنو القيم بالدين؟ يعني
ما يحرم الكذب، يحرم السرقة، يحرم ال لا التعدي على الجار، كلام عام لا لا كيف كلام عام، يحرم الغش، يحرم التلاعب بالميزان، يحرم كل هذا الكلام. اي صحيح، بس بالتطبيق العملي ما لا كيف ماكو. هو كان في الدولة الإسلامية لو تقرأ مثلا كتب التاريخ كان يوجد في مراحل كثيرة ناس محتسبين الذين يقومون في موضوع الناس الفقراء البسطاء اللي سيطر على العامة والطاعة والعبيد، بس الطبقة المهيمنة تشتغل كيف؟ هذا حقيقي. هو هذا 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 ما تستطيع أن تقول والله وما فيها قيم، ولكن هذا فيها مثل ما يقال استغلال السلطة. ولكن هو الإسلام مثل غيرها من الأديان أتى بموضوع حتى يعني جواز الكذب مثلا، يعني أكو إن شاء الله ما جازوا في ثلاث مراحل، في ثلاث حالات قالوا يعني في إصلاح ذات الدين. لا مطاطة، كلها مطاطة وما في قيم واسم. مش هذه النقطة أستاذنا. مثلا موضوع الكذب هم أجازوها في ماذا؟ قالوا في حالة الحرب، وفي حالة إصلاح ذات البين، وفي حديث أيه. الرجل لزوجته يعني أيه. أنت حلوة وأنت ما حلوة. هذا هذا المفروض اللي يدرس في الجامعات شو تقول؟ إصلاح ذات البين يعني شنو؟ يعني إصلاح ذات البين بحيث أنك أنت لما تريد تصلح بين اثنين. عارف بس هذا كلام عارف، هذا يعني إن شاء الله مفتوح. لا مو مفتوح، هو محدد هنا. عندك ثلاثة قالوا لا يجوز الكذب إلا في ثلاث، حدد لك إياه واستثنى فقط هذه ثلاث. ما حدد لك وما قال لك شنو العقوبة. ثم أنت مو حدادي وتتكلم عنه. يعني هو ما قال لك أنت إذا كذبت أو أنت كحاكم إذا كذبت راح تعاقب، لا أنت قال لك إذا أنت ما صليت راح يقطع رأسك يعني. بس هو من عندما تكذب ما حدد لك العقوبة. وهنا المصيبة. هذا هم تركوها للتعزير يسموها. بالفقه وهذا كل كلام معناته حي الله. انت وشطارتك كيف تقيم اللي إيه لانه مو قضيتهم، هم قضيتهم بس انه القضيه الاساسيه قضيه السلطه ما لها علاقه، هو بس الطاعه قضيه حفظ الدين اهم شيء، وش تريد تسوي سوي، وهذا اللي موجود. اولويات الدين هو من اكبر المقاصد عندها. اي خلاص، مقاصد الشريعه ومقاصد اي الطاعة أولا وأخيرا، وبعد ذلك كل شيء ممكن. وهذا اللي جاي يصير، هو هذا حياتنا كلها إيش؟ كذب، دجل، غش، اطلع من الجامعة يعني ابكي بالجامعة خشوعا وتقية، واطلع ارجع لحياتك الطبيعية، بوق واسلب وانهب وكأن شيء لم يكن. وهكذا هي هو يعني حياة داخل القطيع هي هكذا، انه انت تلتزم بكل شروط العامه وتدعي هذا، لكن انت قدر المستطاع تعيش حياتك بالطريقه اللي تشوفها مناسبه. وهذا اللي نعم. يعني هذا اللي موجود، ماكو شيء اخر. نعم. وهاي المصيبه الكارثه. اذا ما ان ارضيه يعني اذا تشوف الغربي الان، يعني ليش الحداثه شو انا اعتبر انه الحداثه والغرب مو لأنه تخلى عن الدين، لأنه رسخ قيم أساسية ما يتنازل عنها. يعني أنا أتذكر كانت عندي، هسه خلينا نحكي بصراحة، كانت عندي صديقة كان مرة قبل 10 سنين أول ما جيت دخلونا دورة ما تعليم لغة، فأجتني هي يعني في اليوم قال متواعدين كنا، فما قلت لها باكر ما قلنا، فالصبح قلت لها خابرتني قالت لي أنا خابرتها قلت لها ليش ما تجيني؟ مو تتردين تجيني اليوم؟ عندك إجازة؟ قالت إيه عندي إجازة بس أنت غير بالمدرسة. قلت لها لا أنا خابرتهم قلت لهم مريض. وما بيها، وصدق كان ما كان مزاجي شوي متعكر وهاي. قالت أنت مريض؟ قلت لها لا مو مريض ما بيش. قالت شنو على أساس يعني؟ ليش كذب عليهم؟ كان هذا مو كذب يعني، بس قالت لا كذب شنو؟ كذبة بيضة. لا يعني قالت شنو كذبة بيضة شنو؟ يعني هي ما يعني قالت انتم الشرقيين يبدو هاي طبيعية عندكم، يعني انا ما فهمت انتم شلون تفكرون؟ فانا ذيك اللحظة انتبهت انه هالاشياء نمارسها بطريقة طبيعية، انه هؤلاء اسسوا حياتهم على قيم حقيقية مو قيم مزيفة. يعني هي العلاقة
مفهوم الواجب على كانت، يعني لا تقرأ الدين في مجرد العقل لإيمانويل، كانت تلقى هاي موجودة. لكن الأخلاق هي الأساس، إنه الأخلاق الواجب، إنه تؤدي الواجب مو لأنه راح تكسب شيء مقابله، لا، لأنه هذا الواجب يجب أن تؤديه بدون مقابل. عندما تأخذ مقابل فهذا ما له قيمة ولا يعتبر شيء له علاقة بالأخلاق. فهكذا الدين يعلمك كيف تقبض ثمن ما تفعله عندما تكون خلوق مع معارفك وأصدقائك، أو مع أو من ماكو أصدقاء بالدين طبعا، هي هاي ما يراد له واحد حلقة، يعني الدين ماكو أصدقاء، ها ماكو صديق بالدين، أكو أخ، أكو أخ. فالأخ المؤمن أخو المؤمن، وتوادون ومحبة، المحبة حتى الحب كذب طبعا، يعني موضوع خليل ما المهم أترك الكلام لك الآن. لا لا، وأنا أنا أنا انتهيت أستاذنا، والكلام جدا شيق معاكم، وأنا أحس إنه أثقلت عليكم جدا، والآن صار بالعكس كلام شيق، ويعني جاي نطبق قضايا أخرى، بس أنا أتمنى الحلقة الجاية نعم نتحدث عن الإيمان على هو تكمل إيمانك اللي أنت أصلا قدمها. نعم. يعني فحدد نعم ليش لا؟ إيه على الإيمان أعتقد موضوع شيق. ليش لا؟ جميل. وهاي أوكي. بعد هاي ساعتين وصارنا. وهذه الفترة يعني لين ما يجي الناس احنا ماخذين راحتنا طبعا، فدردشة جميلة. انا اشوف انه اجمل انواع الدردشة هي اللي بتكون فيها الجلسة صغيرة، يعني ما فيها لبش وناس كثير ويعني عشرات تداب مداخلات واسئلة واجوبة كثير. فهذه الفترة تعتبر الفترة الذهبية. هي افضل هيك. وبعدين تجي هسه شفت الحلقة السابقة، بالعكس كل شيء ما مسوي يعني، ويوجد مشاهدات بالمئتين، ويبدو الناس تشوف يعني. يعني أنا لاحظت بأنه أنت دائما تقدم مادة مو حوارية، يبدو أكو الناس قليل يشاهدونها. نعم. بس الناس تحب، بس إحنا شوية طولنا اليوم. إيه إحنا طولنا، وأتمنى إنه الموضوع يكون على مستوى ما يطلب المشاهدون. لا بالعكس، أكو أشياء أنا أعتقد اللي قدمناه الآن مختلف نوعيا وبأشياء مختلفة كثيرا عن السائد، وأعتقد بها غنى. وإحنا هيش يعني مو قضية مقصودة، لا هي إحنا هيش، إحنا عندنا خطاب بنوع من الاختلاف، ولهذا السبب إحنا متواصلين. هذا هاي الفكرة، إنه نحاول نعم نقدم شيء مختلف، أو نقدم خطاب شوية يعطي تنوع على الموجود. نعم صح. أوكي، شكرا جزيلا. جميل جدا أستاذنا. أكمل عليك الكلام. أنا أريد أشكرك جدا أستاذ منصور، وأشكر الأخوة والأخوات اللي استمعوا واللي راح يستمعون لهذا الكلام، وأتمنى أنه يكون في فائدة للجميع، وأتمنى أنه تعاد هذه الحوارات الجميلة. يا ريت شكرا جزيلا. لا بالعكس، هذا شيء ممتاز، وانا كلش يعني كلش سعيد بانه يعني احنا بحاجه للحوار، وهذا الشيء الاساسي. نعم. وما اعرف بالشات مغلق عندي، انا حاولت انشغلت بيه بس ما اعرف شنو القضيه، ما دافته. نعم. ما اعرف يعني، بعدين يجوز اكتشف شنو السر. نعم. ولكن والله بس انا عندنا موضوع الايمان، يعني خلينا نخصص له بس شيء خاص يعني. وحد الموعد اعتقد السبت مناسب او الجمعه، اي يوم براحتك انت، بس خبرني بالموعد قبلها و ماني جاهز باي وقت. انا باي وقت جاهز، يعني جاهز ما عندي شيء. ممتاز، تحيه. بس يلا مع السلامه. مع السلامه. شكرا جزيلا اصدقائي الاعزاء، واتمنى نلتقي بكم ونسمع اراءكم بالمحاور اللي تناولناها، وايضا نتمنى مشاركه هذه الحلقه ونشرها من قبل اصدقائنا. مع السلامه وشكرا للانصات والمتابعه.